صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش شك إنه في تطور كبير وملحوظ بيحصل في قطاع السياحة وفي اهتمام بكل المناطق الأثرية والسياحية في مصر، سواء في القاهرة أو في المدن الأثرية والمدن الشاطئية. امبارح كان في خبر مهم جدا، وهو فوز مدينة القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026. ده بيعكس حجم التطوير والشغل اللي اتعمل فيه الفترة اللي فاتت في القاهرة القديمة عشان تكون متحف مفتوح، خصوصا أنه القاهرة غنية بالتنوع الحضاري والتراثي والثقافي اللي موجود فيها. يعني زي ما انت قلت يا شاذلي ان مصر غنيه بالمدن اللي فيها جذب سياحي او عامل جذب سياحي كبير للسياح، لكن لو هنتكلم على القاهره بالتحديد فهي فيها مقومات سياحيه متنوعه. يعني مثلا هتلاقي فيها السياحه الاثريه، عندك طبعا مناطق اثار الجيزه وسقاره وبصير ودخشور وميت رهينه وغيرها كتير من المناطق الاثريه. عندك كمان السياحه الدينيه، القاهره فيها اهم مواقع التراث الديني زي منطقه مجمع الاديان، مساجد الحاكم بامر الله، الازهر، ابن طولون، ده غير مسار رحله العائله المقدسه بالقاهره واللي بيتضمن شجره مريم العذراء في المطريه وكنيسه السيده العذراء مريم بالمعادي وكنيسه أبي سرجة في مصر القديمة. كمان القاهرة مقصد ثقافي بامتياز، يعني في متاحف زي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، المتحف المصري الكبير والمتحف القبطي وقلعة صلاح الدين، وفي كمان شارع المعز والجمالية والغورية ومراكز الثقافة والإبداع المنتشرة في هذه المناطق. لمحبي التنوع السياحي والثقافي والاثار الموجوده بالقاهره الكبرى، احنا النهارده هيكون معانا فقره عن التنوع السياحي والثقافي اللي موجود في القاهره والتطوير الكبير اللي حصل في المواقع التراثيه في الفتره اللي فاتت، هنتكلم عنها بالتفصيل في خلال الحلقه النهارده، فتابعونا. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم في صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس وايضا جوله مروريه في شوارع القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير عليك. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا بسان. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين. طمنينا على الجو النهارده هيبقى عامل ازاي. لا احنا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره يمكن ملاحظينه بقى لنا يومين، وكمان في رياح مثيره للرمال والاتربه على بعض المناطق المكشوفه يعني، فمعلش الاجواء ربيعيه شويه بس ان شاء الله يعني لازم نتعود بقى على فصل الصيف ودرجات الحراره مرتفعه. بالظبط. بصبح على حضراتكم مره ثانيه وخلونا نبدا معاكم بجوله مروريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات وخصوصا الناس بدات تنزل دلوقتي. خلونا نبدا معاكم بميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، في شوارع ثانيه هنلاقي فيها سيوله مروريه، لكن على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافه مروريه من المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المرورية البسيطة. هنروح لكوبري اكتوبر هنلاقي هناك كثافات مرورية متحركة وبتفضل مستمرة لحد العباسية، لكن هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي فيه سيولة مرورية، ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي ان فيه كثافات مرورية وصولا للمنصة. في ظهرت كمان كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر من وسط المدينة، كما يشهد أيضا برضو شارع بورسعيد من نزلة كوبري اكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات.
نروح معاكم لمحافظه الجيزه، وهنبدا من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المريه قبل بعض النزلات، وكمان بدات تتكون كثافات مريه بمحور 26 يوليو القادم الى ميدان لبنان من مدينه 6 اكتوبر. اما الاتجاه الاخر فبيشهد كثافات نسبيه، هنلاقيها بتنتهي عند طلعه الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري اللي فيه سيولة مرية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. في كمان كثافات مرورية متحركة في شارع جامعة الدول العربية وكمان ميدان الدقي. بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق ومبابة، لكن بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد لاتجاه جامعة القاهرة. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحرة علشان مفيش أي كثافات، ومنه إلى الطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في الطريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أقل من المعتاد. بيشهد كمان الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بطريق لمنع ظهور زحام مروري. مكملين جولتنا ونروح محافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيولة مرية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الموجة الحارة لسه مستمرة، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح على أغلب الأنحاء وهتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. برحب بحضراتكم من جديد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح السناتور لينسي جرام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وده بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. خلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا، وحذر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. امبارح كمان مصر سلمت 3 مليون جرعة من لقاح الحمى القلعية للأشقاء في أوغندا، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للأشقاء في جمهورية أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشي مرض الحمى القلعية ومساعدتهم في السيطرة على المرض. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. خلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانياً وأمنياً، محذراً من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية اللي بيعاني منها أهالي القطاع، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي. كما أكد ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين كونوا المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود وزارة الكهرباء بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للأشقاء في جمهورية أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشي مرض الحمى القلعية ومساعدتهم في السيطرة على المرض، أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 من قاعدة شرق القاهرة الجوية لدولة أوغندا محملة ب 3 مليون جرعة من اللقاح الثلاثي للحمى القلعية من إنتاج معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وإدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القوات المسلحة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات العلمية والهندسية المتاحة لدعم جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وقع اللواء أستاذ الدكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. يهدف البروتوكول لقيام مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في المشروعات المختلفة اللي بتنفذها الشركة. امبارح تم تنظيم المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية على مدار يومين بمجمع المؤتمرات والاحتفالات بأكاديمية الشرطة بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والعدل في 13 دولة عربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف للعلوم الأمنية وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. شهد المؤتمر استعراض التجارب الوطنية للدول المشاركة في مجال تطوير المؤسسات العقابية، وعلى هامش فعالياته تم تنظيم زيارة ميدانية للوفود المشاركة لمجمع مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان. تضمنت جولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل، شملت المركز الطبي والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من أسوان واللي فيها تم تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية. أما في الشرقية فبيتم تنفيذ كوبري مشاة بالبيس بتكلفة وصلت لـ20 مليون جنيه. كمان في الغربية تم إجراء عمليات جراحية لـ90 طالب ضمن مبادرة عيون أطفالنا، وفي المنوفية تم فتح التقديم الإلكتروني بمرحلة رياض الأطفال. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان نفذت مديرية الشباب والرياضة فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، وبيتضمن البرنامج بجانب الأنشطة الرياضية تدريب النشأ على تصميم وتفصيل الملابس. في الشرقية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة على طريق عبد المنعم رياض علشان يربط بين منطقة الشيخ عمر وموقف العايد بتكلفة 20 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم سلم كهربائي ومصعد يستخدم لكبار السن وذوي الهمم وسلم خرساني، وده للحد من حوادث السير. في الغربية بتشهد المحافظة فعاليات المرحلة الأخيرة من مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا اللي بتستهدف تحويل الطلاب لمستشفى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية لعلاج العيون للكشف الطبي وإجراء عمليات جراحية من قبل استشاريين، وتم إجراء عمليات لـ90 طالب وطالبة من أبناء المحافظة بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس. في البحر الأحمر كشفت جداول الوصول لمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين عن وصول قرابة 25 ألف سائح من جنسيات مختلفة على مدار ساعات أمس، وده ضمن حالة الرواج السياحي اللي بتشهدها القرى والمنتجعات السياحية بمختلف مدن البحر الأحمر. في المنوفية أعلنت المحافظة عن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال KG1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2024-2025 وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة، ومن خلال الموقع الإلكتروني تيسيراً على أولياء أمور الطلاب وحرصاً على مستقبل أبنائهم التعليمي. في الأليوبية ودعت المحافظة أول فوج لحجاج بيت الله الحرام والبالغ عددهم 88 حاج وحاجة ضمن حجاج الجمعيات الأهلية، مع التأكيد على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر. في المينيا أعلنت المحافظة عن توقيع الكشف الطبي على 1425 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية سمهان بمركز دير مواس على مدار يومين ضمن مبادرة حياة كريمة، مع مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً ولجميع المواطنين في أماكنهم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا.
بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الموجة الحارة لسه مستمرة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حارة على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل على شمال البلاد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في نشاط رياح على أغلب الأنحاء بتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا أن الموجة الحارة ما زالت مستمرة، ومش موجة حارة فقط لكن كمان معاها أو مصاحب معاها رياح مثير الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة واللي ليها ظهير صحراوي. بالفعل طبعا احنا زي ما نوهنا في نشراتنا وتحذيراتنا، استمرار الموجه شديده الحراره اللي بتشهدها اغلب مناطق الجمهوريه، بيكون معانا الطقس شديد الحراره خلال ساعات النهار على اغلب مناطق الجمهوريه فيما عدا السواحل الشماليه، بتكون درجات حرارتها اقل نسبيا، وبالتالي بتكون العظمى على السواحل الشماليه في حدود ال 34 درجه مئويه، لكن خلال ساعات الليل بتبدأ تنخفض درجات الحرارة بشكل نسبي، لكن بالليل لا نزال نتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي خلال ساعات الليل بترتفع درجة الحرارة الصغرى لحدود ال 24 إلى 26 درجة بالنسبة للقاهرة والوجه البحري وكمان شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بتكون عليها أيضا الأجواء خلال ساعات الليل مائلة للحرارة. الموجة شديدة الحرارة دي زي ما الخرائط اللي عندنا بتشير انها مستمرة على الاقل حتى نهاية الاسبوع الحالي، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بمعدل طفيف، يعني لو قلنا ان اليوم القاهرة متوقع انها تسجل 37 درجة، على نهاية الاسبوع بنتوقع تصل على القاهرة الى 40 درجة مئوية. بالتأكيد محافظات الصعيد بيكون ليها نصيب الاكبر من الارتفاعات دي، والطبيعي اننا كلما اتجهنا جنوبا من القاهره في اتجاه محافظات الصعيد بترتفع درجات الحراره بشكل تدريجي، وكل ما اتجهنا شمالا الى البحر المتوسط بتبدا تنخفض درجات الحراره بشكل تدريجي، وبالتالي جنوب الصعيد في هذه الموجه هتكون عليه درجات الحراره في حدود 45 درجه مئويه. أجواء شديدة الحرارة بالفعل مكملة معانا على كافة مناطق. طب اللي أنا عايز أسأل حضرتك عليه هو فعلا، هل نسبة الرطوبة بقت مرتفعة؟ لأن احنا بقينا بنشعر بدرجات الحرارة بشكل أقوى جدا، يعني بقينا نحس بحرارة الجو بشكل أكبر. هي نسبة الرطوبة مش مرتفعة بالشكل الكبير، لكنها بالفعل ارتفعت قليلا أو بنسب طفيفة جدا عن الموجة اللي فاتت. صحيح. لكن لا زالت نسب الرطوبة منخفضة بشكل كبير جدا، لا تقارن أبدا طبعا بشهر أغسطس أكيد. بالفعل. أكيد. لكن ارتفاعات درجات الحرارة لما بنتكلم إن العظمى على القاهرة تكون 37 درجة وعلى نهاية الأسبوع هتوصل ل 40 درجة، ارتفاعات كبيرة. كمان اللي بيخلينا نحس بالموجة بشكل أكبر طول المدة، موجات الربيع بتكون أكثر من كده بشكل كبير، وبالتالي الاستمرارية في ارتفاع درجات الحرارة، و37 درجة على القاهرة دي مش درجة قليلة خالص، وهتوصل 40 على نهاية الأسبوع. طبعا الموجة دي مصاحب ليها بعض نشاط الرياح على العديد من مناطق الجمهورية، لكنه ملحوظ بشكل أكبر على المناطق الجنوبية، بنتكلم عن جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، النشاط الرياح هناك بيتجاوز ال 40 كيلومتر على الساعة، وبالتالي بيؤدي لإثارة لبعض الرمال والأتربة على مناطق سواء من جنوب سيناء أو مناطق من شمال الصعيد. كمان بيستمر معنا اليوم اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر نتيجة نشاط الرياح ده اللي بيصل على البحر الأحمر لأكثر من 60 كيلومتر على الساعة، وبالتالي ارتفاعات الأمواج على البحر الأحمر بتصل لحدود 3 متر، وده طبعا لازلنا بنحذر المصطفين على شواطئ البحر الأحمر من ارتفاع الأمواج هناك. كمان بنطلق تحذيرنا للمواطنين في هذه الموجة شديدة الحرارة الطويلة نسبيا أو طويلة بشكل كبير من حيث عدد الأيام، لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة فترات طويلة. أيضا بننصح المواطنين اللي بتضطر للخروج في هذه الأجواء شديدة الحرارة خاصة خلال فترات الذروة اللي هي فترة الظهيرة بارتداء غطاء للرأس يقيه من أشعة الشمس، عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات. كل دي نصايح دايما بنحب نأكد عليها ونذكر بها المواطنين في مثل هذه الموجات شديدة الحرارة. طيب هل مع هذه الموجة واللي موجود بعض الرياح المثيرة للرمال والأتربة حالة البحار وخصوصا البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط؟
يعني لو اتكلمنا عن البحر المتوسط معتدل تماما تماما، ارتفاعات الامواج لا تتجاوز 1.5 متر. لو اتكلمنا كمان عن درجه الحراره في السواحل الشماليه هي تعتبر الاقل مقارنه بباقي مناطق الجمهوريه، تتراوح ما بين 31 لـ33 درجة، وبالتالي شواطئ البحر المتوسط تعتبر هي الملاذ او الملجأ بالنسبه للمواطنين في ظل هذه الموجه شديده الحراره. لكن شواطئ البحر الاحمر لا زالت اليوم ارتفاعات الامواج عاليه بشكل كبير بتصل لـ3 متر، درجات حراره على سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء بتصل الى 40 درجه مئويه خلال ساعات النهار. يمكن الاضطراب في البحر الاحمر يكمل معنا بكره لكن بصوره اقل، ده ملخصا حاله الملاحه البحريه ودرجات الحراره على المناطق الساحليه الموجوده عندنا. طب ما فيش امطار ممكن حتى لو امطار خفيفه الى متوسطه يعني تخفف من حراره الجو وتخفف كمان من الرياح المثيره للمال والاتربه؟ للاسف احنا دلوقتي بنتاثر بوجود مرتفع جو في طبقات الجو العليا، المرتفع ده بيعمل على اجواء مشمسه طوال ساعات النهار، ما فيش اي فرص لوجود السحب. ان وجدت سحب خفيفه جدا بتكون خلال فترات الصباح غير محسوسه ابدا على مناطق متفرقه من السواحل الشماليه، سرعان ما تتلاشى، وبالتالي اجواء مشمسه طوال ساعات النهار. يمكن المرتفع الموجود في طبقات الجو العليا ده من اهم العوامل اللي بتؤدي الى هذا الارتفاع الكبير في درجات الحراره، بالاضافه لمصادر الكتل الهوائيه اللي بتكون جايه من الاساس من مناطق ما بين الحاره الى شديده الحراره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها كالعاده من القاهره العظمى 37 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 38 23، الاسكندريه 33 22، العالمين الجديده 32 22، مطروح 29-21، دمياط 29-22، بورسعيد 29-22، إسماعيلية 37-21، السويس 37-21، العريش 30-20، كاترين 33-14، طابة 36-23، حلايب 35-27، شلاتين 40-28، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 41-29، الفيوم 40-25، بني سويف 40-25، الوادي الجديد 44-28، أسيوط 41-26، سوهاج 42-27، قنا 45-28، الأقصر 45-29، وأخيرا أسوان 45-30. مستمرين في الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، نخلي بالنا لأن كمان مصاحب معاها بعض الرياح المثيرة للمال والأتربة، فيجب على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدى توخي الحذر وعدم كمان التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة لكبار السن والأطفال، يعني يجب أن هم يرتدوا غطاء للرأس حتى لو مضطرين أن هم ينزلوا في ساعات الذروة ووقت النهار. هرجع مرة تانية لبسنت وشاذلي عشان نكمل معك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك دي. شكرا لك. نتابع دلوقتي مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتسير شركة مصر للطيران 25 رحلة جوية للأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام. تأتي هذه الرحلات بواقع 11 رحلة القاهرة جدة، وتسع رحلات القاهرة المدينة المنورة، وثلاث رحلات كوناكري المدينة، ورحلتين من باماكو المدينة، وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والتضامن والسياحة والآثار ووزارة الطيران المدني وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية ومطروح، وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والترانزيت، وحجاج باماكو كوناكري وحج أفراد. النهارده هيبدأ تسليم خطابات ندب امتحانات الثانوية العامة 2023-2024، وهيتم قبول اعتذارات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاث والأربع والخميس المقبل. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهارده مع مباراة قوية في إطار الدور 32 من بطولة كأس مصر، هيلتقي الاتحاد السكندري مع سماد أبو قير في تمام الساعة 8 مساء. النهارده عيد ميلاد الفنان القدير احمد فؤاد سليم صاحب المشوار الفني الكبير واللي قدم اعمال عظيمه في السينما والمسرح وكمان في الدراما، نال العديد من الجوائز والتكريمات عن مجمل اعماله، وكان اخرها تكريمه من مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 16 في عيد ميلاد الفنان القدير احمد فؤاد سليم. خلينا نشوف هذا التقرير.
بملامحه المصرية وصوته المميز، تمكن الفنان القدير أحمد فؤاد سليم من جذب قلوب المشاهدين إليه، سواء بمشاركته في الأعمال الفنية السينمائية منها أو المسرحية أو الدرامية. ويحتفل اليوم الفنان أحمد فؤاد سليم بعيد ميلاده، حيث ولد في 2 يونيو 1957، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978، وبدأ مشواره الفني بالعمل المسرحي، وقدم العديد من المسرحيات التي نالت إعجاب الجمهور، ومنها حسن ونعيمة، وجواز على ورق الطلاق، وعرابي زعيم الفلاحين، ويا طالع الشجرة، والصعيدة وصلوا، ودستور يا أسيادنا، والملك لير. وفي مجال الدراما اشتهر الفنان أحمد فؤاد سليم ببراعته في المسلسلات التلفزيونية، وأهمها ذنون المصري، العزبة، الهروب إلى السجن، المواطن إكس، والخواجة عبد القادر، وابن حلال. انت ليه مصمم تهدى أي حاجة أنا ببنيها؟ انت ابني الوحيد، أنا بعمل كل ده علشانك. أنا عملت إيه يعني؟ كل اللي أنا عملته إن أنا باخد حقي. يا سلام، كل ده على شرف فضتك؟ أنا ما بطرفتش. أنت مغرور وغبي. وبالنسبة للسينما، فقد شارك أحمد فؤاد سليم في العديد من الأعمال، منها الحدق يفهم، المهاجر، وفيلم عفريت النهار، وأبو علي. خبطاتك إيه؟ وخلي أختك تعمل تقرير طب عشان الكلام ده ينفعك في النيابة، وما تبقاش تسكت لو حد مد إيده عليك حتى لو كان ظابط. حاجة تشتكي؟ وفي حد بيشتكي الحكومة؟ الحكومة بنشتكيها لربنا، وبعدين هشتكيهم من هنا وهيولعوا فيا وفي أهلي من هنا يا بني. يا ابني احنا مش عايشين في غابة، امال احنا روحنا فين؟ نال أحمد فؤاد سليم العديد من الجوائز والتكريمات عن مجمل أعماله، وكان آخرها تكريمه من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 16 التي أقيمت برئاسة الفنان محمد رياض، مع إهدائه درع المهرجان وشهادة تكريم تقديراً لمشواره الفني. مصر بتحيي ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وطبعاً أولى النقاط اللي أقامت بها العائلة المقدسة كانت منطقة تل بسطة الأثرية في محافظة الشرقية. لحد دلوقتي لسه موجود البئر المقدس اللي انفجر بالمياه ليروي عطشهم. طبعاً عايزين نعرف تفصيل أكتر عن أبرز الفعاليات الخاصة بإحياء ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر. معانا على التليفون دكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور محمد. صباح النور. أهلا بحضرتك. لو نتعرف من حضرتك في البداية على أبرز الأجواء الاحتفالات اللي بيتم تدشينها في محافظة الشرقية. احنا طبعا السنة الثالثة على التوالي بعد افتتاح نقطة مصر العائلة المقدسة بعد التطوير منطقة أثار تل بسطة، احنا بالاشتراك مع متنمية الأباط الأرثوذكس بنقيم احتفالية من أبرز اللي احنا بنهتم انها تكون موجودة، ان يكون في أوبريت بيقدم إحياء للي كان موجود، أو بنحكي حاجة حصلت من تشريف العائلة المقدسة، سواء كان معجزة أو أثر أو تراث مروي حصل وقتها. وحضرتك عارف ان ده مهم جدا للمنتج السياحي، وبالذات منتج سياحي لمصاري العائله المقدسه طبعا. لانه منتج روحي فبيرتبط بالتراث المروي، بيرتبط بالحكايه، بيرتبط بالاثار الموجوده واللي تركها السيد المسيح على ارض مصر. احنا السنه دي الاحتفاليه تقام تحت رعايه قداسه البابا تواضوس الثاني، وزاره التنميه المحليه، وزاره السياحه والاثار، الهيئه العامه لتنشيط السياحه، محافظة الشرقية، الغرفة التجارية. فكان السنة دي ليه زخم تاني، لأن احنا كنا بنستهدف التسويق لنقطة مصر العائلة المقدسة بالشرقية، والمنتج السياحي أو الرحلة السياحية اللي احنا بنقدمها للشركات بربطها بالمعالم التتميز بها المحافظة. السنة دي كان تحت عنوان رحلة سلام.
وحده سلام احنا بنقصد بيها بكل معناها وكل معنى الرحله نفسها اللي قامت بيها، لان الرحله كانت هروبا من طغيان اللي حصل على الأرض المقدسة في بيت لحم، وهربهم لأرض السلام أرض مصر. فكنا هادفين النقطة دي بالذات تحديدا، وكانت طبعا احنا بنستهدف كل سنة استعراضات جديدة والحان للاستعراضات جديدة كلها منطلقة من محافظة الشرقية بأبناء. اتعملت على هامش، قمنا على هامش الاحتفاليه معرض ايادي مصر الحرف اليدويه، وكانت لمنتجات العائله المقدسه المرتبطه ب يعني المنتجات اليدويه المرتبطه بمصر العائله المقدسه. احنا كنا على مدار الشهر الفائت او الماضي كنا احنا عملنا ورش لرفع كفاءه الحرف دي، وان ازاي ان هم يقدروا يستنبطوا بقى من الايقونات الاثريه والالوان القديمه ازاي ان هم ياخدوا من الخطوط والتراث القبطي ان هم يستفيدوا بيه كمنتج يدوي ويطلعوا منه منتجات جديده. وده فعلا الحمد لله اللي تم. احنا استفدنا من خبرات خبراء في كل مجال بيهتم بالحرف اليدوية، فكان نتاجه النماذج اللي قدمت امبارح في الاحتفالية من فخار وأرتيت ونحاس وطلق على النحاس ومنتجات خشبية متنوعة. أيضا في كان عندنا خزف في البردي، كمان معرض الفن القبطي اللي كان بيقدم اهم النماذج اللي ممكن بيعها او ممكن ربطها بالمنتج السياحي. حضرتك عارف ان الزائرين لاي نقطه بيحبوا ياخدوا معاهم سوفونير، وده كان المهم في ده، فاحنا استهدفنا ده الحمد لله. كان من اهم الشخصيات اللي كانت موجوده معانا المكتب الاقليمي لليونسكو، كان في ممثل معانا امبارح، والحمد لله يعني كان في ترويج حادث لوجود وفد كمان من اهم شركات السياحه اللي بتشتغل على السوق الاوروبي والسوق الاسيوي. احنا شايفين على الشاشه دلوقتي في اقبال كبير جدا، يعني طبعا فاهمين ان طالب بسطة هو اولى النقاط اللي اقامت بها العائله المقدسه. هل ده السبب في اختياركم لاقامه يعني الاحتفاليه فيه وذكرى طبعا لذكراهم، يعني لنحيي مره ثانيه ذكراهم؟ وهل بيتم تدشين المهرجان كل سنه هناك يعني في تل بسطة؟ زي ما حضرتك قلتي كده ليها طابع خاص. تل بسطة انها مصر العالم المقدسه كنقطه فيها البير، ايضا انها كان ليها في التاريخ ليها طابع خاص لانها كانت عاصمه الاقليم في الاسره 22. كان المعبد اللي كان متواجد كان مقام من عهد بنات الاهرامات، فيعني ليها عبق تاريخي. بجانب ده المنطقه نفسها ليها زي ما حضرتك شايفه في الصور ليها مميزات، اولا المساحه، ثانيا التنوع اللي موجود فيها، فكانت لازم تكون قبله. طبعا احنا كنا احنا دايما بنستهدف كل سنه، يعني السنه دي العام الثالث على التوالي بعد الافتتاح، واحنا ان شاء الله باذن الله كل سنه هيبقى فيها الاحتفاليه. واحنا كنا يعني السنه دي استهدفنا 1000 مدعو من شعب الكنيسه وشعب محافظه الشرقيه ومصر كلها. كان عندنا توافد كبير الحمد لله من مختلف المحافظات، فالحمد لله كان عدد يعني الحمد لله كويس السنه دي، والسنه الجايه هتبقى اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب لما نيجي نتكلم يا فندم بشكل عام عن منطقه تل بسطة الاثريه والمتحف اللي موجود، اعتقد المتحف قديم من 2008 2009 لكن توقف لفتره واعيد او تمت فيه اعمال تطوير واعيد افتتاحه مره ثانيه في 2018. لو حضرتك تكلمينا عن المنطقه بشكل عام وعن المتحف اللي موجود في تل بسطة. المنطقه زي ما حضرتك اشرت اولا وزي ما احنا قلنا هي ليها تنوع. اولا المتحف
هو رجع تاني بقوة، وده كمان لأن خطة مجلس الأعلى للآثار بتطويرها للمتاحف كلها في مصر كلها استهدفت المتحف يكون مش بس مخزن للمقتنيات الأثرية وإن هو كمان يعرضها، لأ هو المتحف حاليا أصبح هو منارة للثقافة، أصبح هو القبلة اللي بتربط بيها من الطفل كل الأعمار بقى، من الطفل لغاية الشباب والبالغين. فبقينا بنعمل كمان بالاشتراك مع المتحف ورش حية، سواء كانت حرف، سواء كانت ورش للثقافة، أفلام كمان وثائقية بتقام. فاحنا كان في ضمن مشروع العائله المقدسه تم تطوير في قاعه كانت موجوده للمحاضرات، تم تطويرها لتضم شاشه 3D تفاعليه بيتم تقديم فيها زي ما قلت لحضرتك كل حاجه بتخص الاثار والثقافه، وورش كمان للاثريين والمهتمين بالاثار. حاجة تانية بقينا بنستضيف كمان في المتحف الجولات المتحفية، يعني احنا استضفنا من المتحف الفن القبطي العام الفائت كان في معرض عندنا لأهم مقتنيات المتحف، في كمان العملات، في بقينا بنغير من شكل الـ كمان المعروضات اللي كانت بتتم مع كل مناسبة. فبالتالي المتحف ما عادش بس لعرض المقتنيات ولكن بقى تفاعلي أكثر. المنطقة نفسها ككل كانت من أهم المناطق، زي ما احنا قلنا كانت بتقام كمان، كانت مشهورة لعصر كبير بالاحتفال بباستت المعبودة، باستت معبودة الإقليم اللي هي أشهر قطة في التاريخ، اللي هو القط الفرعوني زي ما وكمان بيطلق عليه في بعض الأقاليم، القط الأسود. تمام. فكانت ليها احتفالية بتقام بشكل جميل جدا، حتى حكى عليها هيرودوت انه كان بتجيها من الامصار، وكان يعني بيتراوح عدد الناس اللي كانت بتحتفل في المكان ده من 12,000 زائر. كان بيتعمل فيها احتفالات كنسيه احتفالات كهنوتيه للمعبوده باستت، فكانت ليها مكان مكانه في التاريخ. وعشان كده يا دكتوره الدوله اهتمت بهذا المتحف، عندنا مبنى وعندنا كمان متحف مفتوح واعمال حفائر ما زالت مستمره في طل بسطه. كل الشكر لحضرتك دكتوره رشا حسن مدير الهيئه الاقليميه لتنشيط السياحه بالشرقيه، شكرا جزيلا ليك. هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر، موجه حاره وارتفاع جديد في درجات الحراره على مدار الاسبوع الحالي بتوصل ل 40 درجه، عشان كده بيكون في تخوفات دايما وحذر من المزارعين في الايام دي لتفادي اي تاثير على المحاصيل الزراعيه بسبب تغير درجات الحراره. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معنا عبر الهاتف دلوقتي دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير حضرتك أستاذ بسنت وأستاذ محمد. أهلا بيك يا فندم. يعني حابين حضرتك تفهمنا كده، هل التأثير أو هل درجة الحرارة المرتفعة دي بيكون ليها تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية؟ طبعا اولا احنا يعني دلوقتي يعني لحسن الحظ احنا لسه في فتره زراعه المحاصيل الصيفي، احنا بنخاف من الحراره لما يكون النباتات دخلت في مرحله التزهير وتكوين الثمار، لكن احنا دلوقتي لسه في بدايه موسم زراعه المحاصيل الصيفيه، وزرعنا دلوقتي محصول الذره الشامي اللي هو بيكون المحصول السائد في الموسم الصيفي، ومحصول الارز في محافظات زراعه الارز. احنا دايما بندي للاخوه المزارعين بعض التوصيات، خاصه مع التغيرات المناخيه اللي حصلت، ان دلوقتي كانت الموجه الحاره لا تزيد عن 3 ايام، اصبحت الموجه الحاره دلوقتي طويله بتمتد الى اسبوع، وطبعا ده بيأثر على النباتات اللي موجوده في الجو المكشوف. طبعا ايه الارشادات يا فندم اللي بتقدموها للمزارعين؟ طبعا دلوقتي بالنسبه للمحاصيل الهامه اللي موجوده عندنا، اهم محصول محصول الذره الشامي. بنحذر الاخوه المزارعين هذه الايام ان محصول الذره الشامي في بدايه نموه دلوقتي، بين اخطر شيء موجود دلوقتي هي وجود دوده الحشد الخريفيه.
دي بتصيب محصول الأرز في هذه الأيام وفي بداية حياته، وهي دلوقتي موجودة دلوقتي وبتنتشر أكتر في وجود الحرارة العالية. فبننصح الأخوة المزارعين بتواجدهم في الحقول والكشف الدوري على وجود هذه الدودة ومقاومتها فورا. ووزارة الزراعة نزلت توصية بتسع مبيدات موصى بها لمقاومة هذه الحشرة. الحاجة الثانية بالنسبة للمحصول الثاني اللي موجود عندنا السائد هو محصول الأرز. دلوقتي في مشات الأرز وفي تمت مساحة حوالي 30% من المساحة للزراعة المستديمة. فبنقول لإخوة المزارعين أهم حاجة بمحصول الأرز دلوقتي المية اللي موجودة، إنه ما يسيبش المية في الأرض تسخن عشان ما تأثرش على الجذور وما يعطشش، ويتوازن في الري والتسميد في هذه الأيام، ويخلي الري دايما ما يكونش فيه وجود الحرارة العالية. الري دايما يكون يا في الصباح الباكر يا آخر النهار بعد انكسار الموجة الحارة. فالأهم حاجة دلوقتي محصول الأرز توازن التسميد عشان نحافظ على النبات، خصوصا التسميد البوتاسي ووجود برضو الكبريت. الحاجة الثانية إن هو ما يخليش المية يعني يحتفظ برطوبة الأرض، عدم وجود المية عشان ما تحصلهاش سخونة، وبعدين يجدد مية المشتل بتاعه. باقي المحاصيل الأخرى نفس الكلام برضو، إن المزارعين ما يرويش في الحرارة العالية، يروي في الصباح الباكر أو في المساء. ثانيا يحتفظ بتوازن في الري، لا يعطش عشان ما يأثرش على تقطيع الجذور، ولا يزود المية عشان ما يزودش حرارة التربة ويأثر على نمو الفسيولوجي للنباتات. لكن بصفة عامة احنا لازلنا في وقت المحاصيل اللي هو مش خطر عليها قوي وجود الحرارة. احنا بنقلق أكتر لما يكون المحاصيل وصلت لمرحلة النضج وتكوين الثمار بتاعتها، بالتالي ممكن يأثر على التزهير. لكن هل مثلا ممكن نعمل حسابنا، من المعروف ان في تقلبات في درجات الحراره وارتفاعات بشكل مفاجئ وانخفاضات، هل من ضمن الارشادات ان احنا ممكن نزرع بدري شويه عن ميعاد الزرع الطبيعي؟ هو احنا طبعا نزلنا عديد من التوصيات خاصه في مناطق الصعيد، ان محصول الذره الشامي اللي هو من اهم المحاصيل الاستراتيجيه عندنا بيزرع في منطقه صعيد مصر، ان احنا وجهنا المزارعين للزراعه المبكره للذره الشامي قبل التاثير بالحراره الصيفيه العاليه. فوجهنا بزراعة عروتين هناك. محصول الذرة الشامي بيزرع في شهر مايو. فاحنا وجهنا المناطق الحارة ان نزرع عروة مبكرة في شهر مارس وعروة متأخرة في شهر يوليو، عشان المحصول يتفادى حدوث الموجات الحارة أثناء موسم التزهير وتكوين حبوب اللقاح. لأن لو حصلت حرارة عالية وأثناء فترة التلقيح بتأثر على العقد وتكون الحبوب بتكونش كامله في الكوز، وبيأثر على المحصول بينخفض بنسبه كبيره جدا. لكنه بعد التزهير ما فيش اي تأثير لدرجات الحراره المرتفعه على المحاصيل الزراعيه؟ لا طبعا، بتبقى مهم انه يحصل عقد وتكوين للثمار، لكن بعد تكوين الثمار خلاص بيتم النضج. فاحنا دايما بندي توصياتنا للمزارعين ان يعني نركز في مرحله التزهير، ان احنا نهتم بالنبات في اهم حاجه الري في المرحله ديت، والتوازن في التسميد، ما زودش تسميد. يعني في حاجه اسمها التسميد ال NPK اللي هو توازن التسميد النيتروجيني والبوتاسي والفوسفوري. فاحنا بنحافظ طيب على دكتور خالد عشان انا بعتذر بس عشان الوقت، عايزه اعرف من حضرتك المعلومات المهمه دي كلها بتوصلوها ازاي للمزارع؟ الطريقه المناسبه اللي بتعرفوهم بيها المتغيرات اللي بتحصل دي بتبقى ايه؟ وزاره الزراعه طبعا عامله حملات قوميه للمحاصيل الاستراتيجيه ديت، ووجود باحثين بيعملوا ندوات ارشاديه في كل المحافظات. حقول ارشاديه نموذجيه موجوده بيوري المزارعين نموذج يتعامل معاه ازاي، عن طريق في قناه زراعيه بتعمل ارشادات مسبقه لوجود تراس مناخيه. في تطبيقات موجوده على تطبيقات ذكيه موجوده على التليفون متاحه للجميع. جهاز الارشاد الزراعي بيكون ندوات ارشاديه بيحاضر فيها الباحثين في كل المحافظات. بندي يعني بندي نشرات بتوزع على المحافظات لتنبيه المزارعين. التطبيقات اللي على التليفون قولي، يعني حضرتك لو تقولي تطبيق سريع جدا. في تطبيق هدهد اللي موجود الخاص بوزاره الزراعه، ده بيدي المزارعين ارشادات ان في طقس التغير في الطقس المناخيه وارتفاع في الحراره نعمل ايه. ده تطبيق بيتوفره وزاره الزراعه لجميع الساده المزارعين. وفي القناه الزراعيه برامج كل يوم، وفي لها عدد كبير جدا من المتابعين من الاخوه المزارعين من الصباح حتى المساء، وبيوجد فيها الساده الباحثين بوزاره الزراعه بيوجهوا المزارعين الافضل التوصيات الفنيه للمحافظه على المحصول وتفادي التغيرات المناخيه الشديده. نشكرك دكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقليه بوزاره الزراعه، شكرا لك. دلوقتي معاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. We'll be right back.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا. وخلال استقباله السناتور لينزي جرهام وزعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. ومن جانبه أشاد جرهام خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كشف مصدر رفيع المستوى عن عقد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي اليوم بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح. وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف مصر الثابت من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني. وحمل المصدر الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى الجهود المصرية المكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. ودعا البيان المشترك للدول الثلاثة كل من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن في خطابه الأخير. وأكد البيان المصري القطري الأمريكي أن المبادئ التي يحتويها المقترح الأمريكي تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة. هدد وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية إذا مضى قدما في مقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. ولوح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بأن حزبي سيحل الحكومة إذا تمت الصفقة، وانتقد المقترح ووصفه بالخطر الأمني على إسرائيل. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش فقال إنه لن يكون جزءا من حكومة توافق على الإطار المقترح. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة بعلبك في شرق لبنان في وقت تشهد فيه الحدود تصعيدا وتكثيفا لضربات بين إسرائيل وحزب الله. وأفادت الوكالة الوطنية بأن طيران الاحتلال استهدف مكانا نائيا في غرب منطقة بعلبك الواقعة في عمق لبنان والبعيدة عن الحدود التي تشهد قصفا يوميا. وجاءت هذه الضربة بعد ساعات من قصف إسرائيلي قرى في جنوب لبنان. ورياضيا، توج فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا بتغلبه على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين في مباراة جمعتهما على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن. وسجل ثنائية الفريق الملكي كل من داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور ليحصد الفريق الإسباني لقب 15 في البطولة، ويعزز رقمه القياسي في صدارة المتوجين باللقب. وتأهل ريال مدريد بفضل الفوز باللقب إلى منافسات كأس انتركونتيننتال للأندية 2024، كما سيخوض الريال نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد أتلانتا الإيطالية. ختام موجة الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد. مع ارتفاع درجات الحرارة بتزيد خطر التعرض للجلطات والأزمات الصحية، خاصة طبعا لدى أصحاب الأمراض المزمنة زي مرضى الشرايين التاجية والناس اللي عندهم مشاكل في عضلة القلب ومرضى السكر ومرضى الكلى وكبار السن.
عايزين نعرف تفاصيل اكتر ازاي كمان نحمي نفسنا من مخاطر ارتفاع درجات الحراره. هنعرف كل هذه التفاصيل من الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والاوعيه الدمويه اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. هل ارتفاع درجات الحراره ممكن يرفع معدل الاصابه بالجلطات؟ طبعا. تعال الاول نشوف لما ارتفاع درجات الحراره بتعمل ايه مع صحه الانسان. كل ما يبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة كل ما ممكن يزيد هنا عدد ضربات القلب كويس، ممكن بتأثر على ضغط الدم، ممكن بيزيد التوتر هنا مع ارتفاع درجات الحرارة، ممكن بتصل إلى أن يحصل فيه حتى في مكون الحرارة عالية جدا أن يحصل فيه ضربة شمس حتى في الأماكن اللي فيها ظل. فهنا طبعا زي ما حضرتك قلت ان المرضى القلب بالذات او الذين يعانون من امراض مزمنه سواء مرضى السكر او ضغط الدم او مرضى الكلى، كل دول المفروض لهم احتياطات معينه خصوصا في ايه في جو في شهور الصيف بالذات. طيب ايه الاعراض اللي يعني لو الانسان حس بيها مع ارتفاع درجات الحراره يعرف ان هو محتاج دلوقتي يتجه لدكتور يعني القلب؟ يعني هل مثلا ارتفاع عرق شديد، ارتفاع في درجه حراره الجسم، اعياء، ايه بقى؟ بص حضرتك، بعيدا حتى عن درجات الحراره، احنا اي انسان بيعاني من ضيق في النفس او حتى الم في الصدر متكرر حتى ولو كان بسيط، عياء، هبوط في أي وقت، غثيان، كل دي حاجات بتقول والله اتجه للطبيب. هنا المفروض ان احنا يعني نتبع نظام ان احنا يبقى فيه كشف دوري، حاجات بسيطة جدا جدا نعرفها، ان احنا نقيس ضغطنا على الأقل ونطمن على دي أرقام معينة. لازم الضغط بتاعنا يبقى الضغط النموذجي اللي هو حوالين 120 80 مثلا. لازم نطمن على تحليل للسكر، ودي حاجه بسيطه جدا، وجايز المبادرات في وزاره الصحه الرئاسيه كانت بتهتم بهذا الموضوع. برضو ان احنا نطمن على رقم تاني الكوليسترول، جايز احنا بعاد عن الموضوع ده نظرا لان ارتفاع الكوليسترول ما وراهوش اعراض بيعتبر لسه، لكن هو من عوامل الخطوره. الأرقام دي مهمة جدا جدا. الحفاظ على الوزن نفسه، برضو ان احنا نشوف وزننا شكله ايه ونشوف هو ماشي فعلا مع ان ينتج منه صحة افضل للإنسان ولا لا. التوتر نفسه، كل دي اسباب بتوصلنا الى مشاكل في صحة الإنسان وفي القلب بالذات. في حاجات برضو يعني واحنا في دلوقتي في شهور الصيف لازم برضو نطمن عليها، ان احنا ننام على الاقل من 6 ل 8 ساعات. احنا لا عايزين ننام اقل من كده ولا اكتر من كده، لان منظمه الصحه العالميه اوصت بهذا الموضوع، والدراسات بتؤكد ان اقل من 6 ساعات او اكتر من 8 ساعات ده خطر على القلب. ان احنا من اكتر من 8 ساعات خطر على القلب، خطر على القلب، سواء 12 ساعه سواء اقل، لا اللي بينام اكتر من كده ده خطر. يا بختهم دول. احنا لابد نرجع للايام الزمن الجميل ان احنا ننام بدري ونصحى بدري عشان ما نبوظش الساعه البيولوجيه بتاعه الانسان. الحاجه المهمه جدا جدا ان احنا في فصل الصيف لابد ان احنا يعني نواصي بشويه ان احنا نزود شرب الميه، يعني اقل 2 لتر يوميا. احنا نازلين مثلا في مشوار خصوصا كبار السن او الاطفال، ان احنا نبعد عن يعني الوقت اللي فيه درجه حراره عاليه. الحمد لله دلوقتي احنا يوميا بنبقى عارفين درجات الحراره طول اليوم صباحا ومساء وفي وسط في وقت الظهيره، نتجنب الخروج في هذه الساعات بالذات، لان زي ما قلنا كده ان لها خطر مباشر على صحة الإنسان، على صحة القلب، وفي خطر غير مباشر برضو. المهم كل دي مجتمعة. تعالي برضو في برضو وإحنا في الصيف، إن إحنا منظمة الصحة العالمية أوصت إن إحنا ما نزودش في الملح أكتر من 5 جرام يوميا.
احنا شعب بنحب الملح شويه وبنحب المخللات وده خطر على صحه الانسان، لان وجدوا ان اكثر من 5 جرام ملح قد يؤثر على 14% من عضله القلب نفسها، وده بتاثير سلبي. اذا هيبقى ملح ودرجات حراره مرتفعه فده بيؤثر على عضلات القلب. كل ده مجتمع. طيب نفرض ان احنا ناويين ننزل فعلا ومشوار ضروري، فليكن في الصباح الباكر، يعني ممكن مثلا من 7-8 الصبح اذا كان في امر ضروري. طب لو نزلنا لابد ان احنا قبل ما ننزل نشرب ميه بقدر كافي، يبقى معانا برضو ازازه ميه تبقى معانا في الطريق، يبقى معانا منديل ممكن ان انا ابله بالميه واحطه على الرقبه لو حصل فيه، لان في تبريد ذاتي في الجسم، دي قدره الخالق ان 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 بيحصل هذا الموضوع. لكن في تقدم السن هذا التبريد اللي بيحصل لنا مع الشخص الطبيعي بيكون في خلل مع 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 كبار السن او المرضى اللي عندهم امراض مزمنه. اذا هنا انا بنوصي طب نزلنا يبقى لازم نلبس ملابس تكون قطنيه مثلا، نلبس تكون يعني فاتحه بيضاء على اساس ان هي تعكس الشمس وما تحصلش امتصاص ليها، ان احنا اول ما نرجع برضو نشرب ميه، نقعد في مكان يكون فيه درجه حراره كويسه، في تكييف او مروحه، طبعا تكييف يكون افضل اذا كان متوفر. ان احنا ممكن برضو يعني نكتر من المشروبات اللي هي الفريش طازجه على اساس ان احنا ما نوصلش لمشاكل في القلب او في ضغط الدم. طيب البعض بيقول ان شرب الميه الساقعه بتلج خطر، هل ده حقيقي؟ طبعا خطر جدا جدا، وخصوصا لما بكون راجع من درجه حراره عاليه، وديت جايز في طفله من كام سنه كده تعرضت، لان هي كانت جايه من جو حر جدا وشربت ميه ساقعه فحصل سادن ديس او وفاه مفاجاه، لان دي بتبقى خطر على عضله القلب وخطر على كهربه القلب نفسها. فطبعا ننصح ان احنا من ايه لابد تكون الميه فاتحه، نعملش الشوك ده. ده طبعا خطر على صحه القلب. هذا طيب التصرف. دكتور تاثير ارتفاع درجات الحراره على معدل سيوله الدم، هل هو بيؤدي الى لا قدر الله سيوله زايده فممكن يحصل نزيف لهذا الشخص ولا جلطات؟ لا طبعا، هو بص حضرتك تعال نشوف الموضوع ازاي. احنا نزلنا في الحر بيحصل عرق زياده، فطبعا ده بيؤدي الى الجفاف، طبعا الكلام ده كله بيؤدي الى 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 حدوث جلطات. هنا برضو بنوصي الجماعه خصوصا اللي هم بياخدوا ادويه وخصوصا مدرات البول، لا ده ادويه السيوله دي قصه تانية. ان انا باخدها، ومش كل الناس بتاخد ادويه السيوله، ممكن مرضى اللي عاملين عمليات قلب مفتوح استبدال صمامات او 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 مشاكل في الشرايين التاجيه ليهم ادويه معينه عشان خاطر الحفاظ على سيوله الدم. برضو هنا برضو احنا نسينا نتكلم في حاجه مهمه جدا، التدخين نفسه سواء كان تدخين ايجابي او سلبي، ده مشكله كبيره جدا. وجايز احنا عندنا 31 مايو كان اليوم العالمي لمكافحه التدخين. كويس، فالتدخين ده خطر على 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 القلب، خطر على صحه حتى السيده الحامل، على صحه الجنين قد ينتج عن. لا يعني احنا عارفين انه صعب قوي انه ست حامل تدخن او حتى تبقى قاعده في مكان فيه تدخين. صعب ان هي تدخن، لكن الاصعب ان جوزها قاعد جنبها يدخن. ودي بنشوفها دلوقتي حضرتك في المجتمع. ان لقوا ان التدخين ده حضرتك خطر كبير جدا جدا على ان ممكن يحدث ان تشوهات للجنين، ميلاد طفل بقلب فيه عيب خلقي في القلب. مش بس كده، ده هم وجدوا حتى ان استخدام الموبايل نفسه للمرأة الحامل على فكرة بيؤدي الى ميلاد طفل بقلب برضه بيه عيب خلقي. فاذا الحاجات دي كلها، الوجبات الغذائيه الغير سليمه، لابد ايضا اوصت منظمه الصحه العالميه ان احنا لازم نمشي كل يوم 30 دقيقه. 30 دقيقه ديت لها تاثير مهم جدا جدا على
على صحة الإنسان، على نفسيته، على ضغط دمه، على تنظيم الكوليسترول بتاعه، وأنه هو يصل للمعدلات المعقولة. كل الحاجات دي مجتمعة مهمة جدا جدا، مع الغذاء السليم، مع الحفاظ على الوزن، خصوصا المرضى اللي بيعانوا من السمنة، دي كلها مجتمعة بتؤدي فعلا إلى الوصول لصحة أفضل وقلب سليم إن شاء الله. طيب وحضرتك بتتكلم عن الأطعمة والأغذية، إيه من وجهة نظر حضرتك الأطعمة المفروض نكتر منها فصل الصيف؟ احنا اولا المفروض نرجع برضو لايام الزمن الجميل كده، ان احنا اتجهنا دلوقتي للوجبات الايه السريعه، يعني الدليفري والحاجات اللي فيها كوليسترول زياده دي خطر كبير جدا جدا على صحه الانسان. لابد ان احنا نهتم بالخضروات، نهتم بالفواكه، خصوصا الايه لو عبينا نعمل عصير يبقى يا ريت نبعد عن العصاير اللي هي اللي فيها مواد حافظه، نرجع للحاجات الفريش كويس. كل ديت لها يعني مردود إيجابي على صحة الإنسان. طيب الرياضيين بقى يا دكتور اللي بينزلوا يعملوا رياضة في الجو الحار وبيبقوا في الجيم، يعني بيبقى معظم الأوقات مكيف، لكن من عرق للعب رياضة يمكن ساعات كثيرة بتبقى مجهود كبير بيبذلوه، يخرجوا من التمرين على درجات حرارة عالية، معرضين كمان للجلطات، يعملوا ايه؟ يعني ايه الانسب طريقه ليهم او اكلات ليهم عشان يتجنبوا انهم يتعرضوا لجلطات؟ كويس، يعني اذا كنا في نيه ان احنا نتدرب فنبعد عن الوقت الصعب اللي هو فيه درجه الحراره عاليه، كويس، لان ده بيبقى اجهاد، واجهاد على صحه القلب نفسه، وبيبقى فيه اجهاد حراري كمان. فاذا هنا انا يعني يا إما الرياضة يبقى في الصباح الباكر، يا إما بعد العصر على أساس يبقى في درجة حرارة أفضل، إن أنا أقدر يعني في تبريد ذاتي زي ما قلنا جوه جسم الإنسان، وده للشخص الطبيعي. طيب رياضي وعمل إجهاد أكتر في درجة حرارة أعلى، ما كده حصل يعني بيبقى في مشكلة أكبر على القلب، زي ما قلنا درجات في ارتفاع في نبضات القلب نفسها، بيبقى في ضغط الدم، بيحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم، كل ده بيبقى له تأثير مش كويس على صحة الإنسان. طيب واحنا بنتكلم عن التلج، وحضرتك قلت ان هو خطر ان الناس تشرب مياه ساقعة، خصوصا لو جايين من درجة حرارة مرتفعة، في بعض الناس بتدخل تاخد دش بمياه ساقعة سواء كانت مياه طبيعية او حتى بالتلج، هل ده برضو خطر؟ لا طبعا، يعني بص حضرتك انا جاي من مشوار صعب وفي درجه حراره عاليه، ودرجه الحراره ديت كان لها تاثير على درجه الحراره بتاعه الداخليه الجسم، فانا انا ما اعملش يعني تصرف كده مفاجئ قد يؤدي الى مشكله. بس الرياضيين بيستخدموا التلج في علاج ارهاق العضلات بتاعتهم، يعني بنشوف كتير قوي من الرياضيين بينزلوا في جاكوزي كده او حمام من التلج فعلا عشان يعالجوا بيه العضلات بتاعتهم من الاجهاد. والله دي قصه تانية، انما احنا بنتكلم على حد جاي من مشوار كويس وجاي في الساعه 3 الظهر مثلا مع ارتفاع درجه الحراره، حاسس ان دماغي بتغلي مثلا، فحاطط مثلا جاي في حته التلج وحاططها على دماغي، جاي عامل كده فده تصرف ممكن ينتج عنه مشاكل كبيره جدا، ان ممكن حتى للناس اللي هم الحساسين او الناس اللي هم عندهم اساسا بيعانوا من مشاكل في القلب او في تاريخ مرضي في العيله كويس لمشاكل في القلب حصلت قبل كده، فدول ننصح طبعا ان احنا نتجنب الحاجات المفاجئه في هذا الاتجاه. سريعا جدا يا دكتور، مين اكتر عرضه للاصابه بامراض القلب، رجال ولا السيدات؟ بص حضرتك حسب السن في يعني والله الرجال يا فندم اللي بيشوفوه، والله الرجال طبعا اكتر من الستات لحد سن، بعد كده الستات في 55 سنه بعد 55 بتتساوى الامور، لكن الاهم بعيدا عن الرجاله والستات ان احنا نتجنب عوامل الخطوره، عوامل الخطوره واولها التوتر الزياده، ازاي ان احنا نقدر يعني فعلا
يعني انا بلاحظ دلوقتي ان الشباب بتوعنا حتى اصبح عندهم ردود افعال سريعه او مفاجاه. جايز حضرتك تأيدني في الموضوع ده؟ طبعا. وغير مناسبه للموقف كمان. وغير مناسبه للموقف. والبنات بقت اكتر كمان يعني الرجاله يعني جايز، بس ان بلاقي دلوقتي ان البنات اكتر من الايه من في التصرفات ديت، ودي لها مردود مش كويس جدا على عضله القلب. الفرح الزياده او الحزن الزياده ده له مشكله على عضله القلب. جايز انتوا سمعتوا برضو في الايام اللي فاتت ان في شباب يعني جايز 5-6 في الفتره اللي فاتت، حتى اطباء شباب صغيرين الموت المفاجئ اللي حصل لهم ده بيخلينا ان احنا لابد ان احنا نرجع نشوف ايه الاسباب ديت، ان احنا ننظم كل حاجه، نطمن على الوظائف الحيويه لينا، على زي ما قلنا من ضغط وسكر وكوليسترول، وقد يكون السبب ارتفاع درجات الحراره. وطبعا ارتفاع درجات الحراره ديت مشكله كبيره جدا جدا، بتزيد من العوامل الخطوره نفسها. اهم حاجه ان احنا نعمل توازن ما بين كل حاجه، ما بين الاكل، ما بين ان احنا حتى التمرين ناخد بالنا كويس قوي احنا بنتمرن الساعه كام، ما نفرطش من اكلنا للدهون والتيك اواي، واكيد اكيد التدخين هو من اكتر الحاجات بتسبب خطوره كبيره على امراض اكيد اصحاب امراض القلب والامراض المزمنه بشكل عام، وحتى الناس اللي عندهم يعني صحتهم كده بومب زي ما بيقولوا اكيد يتجنبوا التدخين، بالذات في فصل الصيف اللي بترتفع فيه درجات الحراره بشكل كبير، وفي الشتاء يا شاذلي عشان ما تزعلش. شكرا ليك دكتور. خدت بالي دكتور علاء الغبراوي استشاري القلب والاوعيه الدمويه، كل الشكر ليك يا فندم على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. أشكرك. خلينا نروح لفصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. انضم النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر المعسكر الفريق المقام بالقاهرة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري في الجولة 3 و4 للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. معسكر المنتخب الأولمبي انطلق استعدادا لمواجهتي كوت ديفوار الوديتين في يونيو الجاري في ضوء التحضير للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر لها يوليو وأغسطس المقبلين في باريس. واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على أداء مباراتين وديتين مع منتخب كوت ديفوار يوم 7 و11 يونيو المقبل. فريق مودرن فيوتشر تأهل لدور 16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق بترول أسيوط بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام في دور 32 لبطولة كأس مصر. فريق فاركو نجح في الفوز على الوسطى بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب المكس ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر في إطار مواجهات دور 32 من البطولة. فريق إنبي تأهل لدور 16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على النجوم بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد بيتروسبورت ضمن منافسات دور 32. أحمد حمدي لاعب وسط فريق نادي الزمالك يتوجه لألمانيا لإجراء جراحات الرباط الصليبي تحت إشراف أطباء متخصصين ليعود سريعا للمشاركة مع الفريق الأبيض في أقرب وقت بعدما ينتهي من برنامجه التأهيلي.
مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع بمقر الأهلي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة اللي بتخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة. وبعد الجلسة اعتمد المجلس قرار لجنة التخطيط بتعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك تأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر، ده بعد فوزه على البنك الأهلي في المباراة اللي جمعتهم على صالة تحيا مصر بمدينة السادس من أكتوبر، وده ضمن مباريات الدور النصف النهائي. وفاز فريق يد الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 28-19. فريق رجال كرة اليد بنادي سبورتنج فاز على سموحة بنتيجة 27-30 في نصف النهائي ليتأهل إلى مباراة تحديد البطل، ويلتقي الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر. يوفنتوس قرر انسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي السوبر ليج، وبيضم السوبر ليج أندية ريال مدريد برشلونة ويوفنتوس، قبل أن يقرر النادي الإيطالي الانسحاب من المسابقة القارية الجديدة. فاز فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه على حساب فريق بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن. وأحرز داني كارفاخال الهدف الأول للريال في الدقيقة 74، وأضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لباسانت وشازلي علشان نكمل معك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، ومفيش شك ان الصورة الأبرز امبارح اللي كلنا شفناها وتابعناها على السوشيال ميديا، محمد صلاح واقف مع الجهاز الفني للمنتخب كابتن حسام وكابتن إبراهيم موجود، والصورة دي انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الناس فرحانة بوجود محمد صلاح طبعا اللي موجود في معسكر منتخبنا استعدادا للودية القادمة. وما فيش شك ان وجود محمد صلاح مع المنتخب اضافه كبيره يا بسام. اكيد يعني احنا كلنا عارفين ومستنيين انضمام اكيد صلاح للمنتخب، وخليني اقول فرحه كبيره بيعيشها كمان عشاق ريال مدريد حول العالم بعد التتويج الملكي بدوري ابطال اوروبا للمره 15 بتاريخه، وده بعد ما ريال مدريد فاز على بروسيا دورتموند بنتيجه 2-0 في نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا. تفاصيل كثيره قوي عن هذه المباراة وعن انضمام محمد صلاح أكيد للمنتخب الوطني هيكلمنا عنها الناقد الرياضي عمرو الخشاب اللي نورنا النهاردة في الاستوديو. صباح الفل عليك. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك سادة المشاهدين. يعني في البداية كده حابين نعرف منك كواليس انضمام صلاح للمنتخب وحرصه على الانضمام بدري. بصي ما فيش حد يزايد على حب محمد صلاح لمصر بصفة عامة وللمنتخب. الراجل كان من المفترض طبقا للأجندة الدولية وطبقا لأجازته اللي اتاخدت من ليفربول انه يرجع مفترض بكره 3 يونيو، لا الراجل بالعكس خلص اجازته السريعه ورجع يوم 1/6 منضبط ملتزم زيه زي اي لعيب في الهيكل بتاع المنتخب، الى جانب طبعا هو كابتن الفريق. الراجل يعني كل الامور وكل الاشاعات اللي طلعت الفتره اللي فاتت وبقولها اشاعات بمعنى الكلمه، المشاكل بينه وبين كابتن حسام لا ملهاش اي اساس من الصحه تماما، القصه كلها بس زي ما الساده المشاهدين عارفين يعني كابتن حسام من المدربين الاذكياء جدا جدا، ومصلحته ان الامور تبقى ماشيه بانسيابيه وبهدوء بدون اي مشاكل عشان خاطر ده يعود بالاجابه على المنتخب مصر، خصوصا ان محمد صلاح من اللعيبه يعني يعتبر من اعظم 5 لعيبه على مستوى العالم، فبالتالي مش اقول لك ليه معامله خاصه لكن هو القصه ما فيش حاجه حصلت اصلا عشان يحصل شد وجذب. الاعلام صدر امور كثيره للاسف الشديد والسوشيال ميديا، يمكن فترة البسيطه للكابتن حسام حسن قبل ما تولى القياده الفنيه كان تصريحات مش تصريحات كانت اراء شخصيه متعلقه بتحليله الفني مفهوم. لكن متعلقه بالمشهد فقط لكن مش حكم مطلق على اللعيب لا سمح الله، بدليل ان الراجل بالعكس امبارح شفنا الصور كلها على السوشيال ميديا في اطار الاحترام واطار الود واطار يعني الاخوه، وكابتن حسام طبعا اسطوره كلنا بنحبه وبنعشقه، ومحمد صلاح طبعا حاليا هو يعني اسطوره مش في مصر بقى العالم كلها يعني. صحيح محمد صلاح عارف كويس قوي مين هو طبعا. كابتن حسام وكابتن حسام عارف كويس جدا مين هو محمد صلاح، يعني اثنين اساطير اسطوره يعني مستمره على المدى البعيد وعلى المدى الفتره اللي فاتت كلها، واحنا صغيرين بنحب كابتن حسام حسن وانا واحد من الناس كنت اشوف اجري اتصور معاه، وهو كابتن ابراهيم اسطوره وايقونه
ايا كان بقى اهلاوي او زملكاوي ايا كان، حتى في الفتره البسيطه اللي راح فيها الفرق قبل ما يعتزل سواء اتحاد او مصري والاخره، كلنا بنحب الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن. صحيح، من رموز الكره المصريه كابتن حسام، اسطوره من اساطير هو كابتن ابراهيم. وفي نفس الكلام محمد صلاح، كلنا يعني ايا كان بتشجع ليفربول او مش بتشجع، كلنا بنستنى ماتشات ليفربول سواء في الشامبيونز ليج او حتى في اليوروبا ليج الموسم المنقضي وفي الدوري الانجليزي عشان نشوف محمد صلاح وتحطيمه الارقام القياسيه كل يوم. فيعني طبعا كل الدعم وكل المسانده باذن الله ان شاء الله لمنتخب مصر في الماتش ان شاء الله القادم يوم الخميس امام بوركينا فاسو وفي غينيا ان شاء الله الاسبوع الجاي، ونوصل كاس العالم بدري بدري ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني. طيب خلينا بقى نروح لمباراه ثانيه وهي مباراه بروسيا دورتموند وريال مدريد. الناس كلها ريال مدريد عفوا ليه شعبيه كبيره جدا في الوطن العربي وفي مصر تحديدا. توج امبارح ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا بالظبط، وفوزوا على بروسيا دورتموند بثنائيه، شفت ده ازاي؟ والله هو شفت ده ازاي للاسف الشديد. بصي اللي ريال مدريد بيعمله خارج اطار اي تحليل فني، يعني خلينا برضو نحط الامور في سياقها. وبين قوسين كلام يعني بقى الاكلاشيه شخصيه البطل وان ريال مدريد يعني كل الامور دي انا معاكي، بس هو ايه مدلول شخصيه البطل؟ إيه مش عارفين، ما عارفه كلمه مش عارفين نمسكها منين. شخصيه البطل هو روح الحب الفانيلا الجماهير، كل ده انا معاكي فيه، لكن اللي شوف الماتش امبارح الشوط الاول غير تماما الشوط الثاني خالص خالص. وريال مدريد هو معتاد على ذلك في معظم ماتشات الشامبيونز ليج، ماتش سيتي يعني انا قبل ما نخش على المباراه، ماتش سيتي في الدور الثمانيه مانشستر سيتي لمس الكوره جوه منطقه جزاء ريال مدريد 88 مره، يعني متخيله الوان سايد جيم، وفي نفس اخر المباراه انتهت المباراه ركلات الترجيح وريال مدريد كسب. وهكذا ماتش البايرن ميونخ في سيمي فاينل ريال مدريد يعني ما كانش افضل شيء في الماتشين، وفي الشوط الثاني بصفه خاصه في الماتش العوده وريال مدريد في خمس دقائق كسب. وكان تصريح شهير لتوماس توخيل قال لك انا يعني اللي يشوف ريال مدريد يعني مثلا سيف الدقيقه 40 ما يشوفوش الدقيقه 42، يعني دقيقتين ثلاثه بيقلب النتيجه. فكل الامور دي انا شايفها خارج اطار التحليل الفني، خلينا برضو صراحه مع لكن بعض. هي مش خارج اطار التوقعات، خارج ما هو خارج اطار خارج لا خارج احنا عارفين ان هو يعمل كده، ما بالظبط هي دي النقطه. انت مستني يعني عارف انت فيلم ايه خلاص يلا انجز مش كده كده ايه جبت جول او دخل في جول ريال مدريد عارفين الشوط الثاني او بقى. كمان ننجز يعني ايه هات النهايه بقى ايه يعني ايه سبرنا واتفرجنا وشفنا احصائيات الشوط الاول. يعني لو دخلنا باستفاضه اكتر دورتموند مضيع فرصتين محققتين فرصتين جول، كورتوا في الشوط الاول واخد ريتنج 8.5 من 10، فانت متخيل طبعا قرار يعني ان انت اصلا بتدفع بحارس مرمى بقاله يعتبر سنه مش بيلعب. طبعا هو لونن كان يعني مصاب فكان في تصريح ليه او رد للصحفيين قالك هبدا بكورتوا، فانت بتتكلم الراجل تحس ان بيلعب كان لاعب بيلعب ماتش امبارح 8 اخذ من 8 10 الشوط الاول، يعني الشوط الاول يعتبر وان سايد جيم لدورتموند. دورتموند كان ممكن يخلص الشوط الاول الاكس جي او الاهداف المتوقعه لدورتموند كان يجيبها تتكلم في 1.88، يعني بتتكلم يعني هدفين الا كسور كان ممكن يسجلهم. دورتموند في الشوط الاول شايط 8 شوط منهم 4 اون تارجت ما بين الثلاث خشبات. ريال مدريد الشوط الاول ما جاش تمام، لو معانا الصور بس كنت اوريك الخريطه الحراريه معانا دلوقتي عايزين نتكلم معاك كمان عن تحركات اللعيبه، يعني انت بتتكلم مواقف اللعيبه في الماتش في اول صوره معانا لريال مدريد في الشوط الاول ويعني لو صوره هتنزل معانا انت بتتكلم يعني بص ريال مدريد بعيد عن الارقام او يعني الالوان الكتير باختصار شديد مرمى ريال مدريد هو على الشمال اللي فيه نقط كتير فانت متخيل دي كل دي محاولات على ريال مدريد على ريال مدريد. بص بقى ده مرمى دورتموند اللي ما فيهوش غير محاولتين، واحده بالاورنج اللي هو اللون الاورنج واللون اللبني عشان الالوان كتير. هنا ريال مدريد مش موجود الشوط الاول اصلا، الشوط الاول تحس ريال مدريد كان بيتفرج على الماتش زيه زينا الشوط الاول. فبتتكلم دي كل دي الى جانب بقى اللون اللبني اللي فاتح شويه ده كل دي تشتيتات، يعني لعيبه ريال مدريد من كتر ما هي مضغوطه عليها مش عارفه تتصرف بالكوره عماله باصات بتطلع غلط. عاوز اقول لك بقى حاجه اكتر وهنتكلم بقى برضه استفاضه عشان نديله حق توني كروس قبل ما نخش على صور توني كروس. معظم الازرق ده اللي هو باختصار شديد بالبلدي كده بياخد الكوره التمريرات الصح دي معظمها من توني كروس. فانت بتتكلم هو المنفذ الوحيد الرئه الوحيده مهندس مهندس. طيب كل الناس مستنيه مين؟ فيني اللي هو من المفترض بعد بطوله امبارح هياخد احسن لعيب في العالم. طيب فيني في الشوط الاول وازاي ايدن تريزيتش المدير الفني لدورتموند قفل عليه مايه ونور قفل عليه في خريطه التمريرات لفيني يعني لو تطلع معانا برضو بتتكلم الراجل عمل طبعا اربع مراوغات من ثمانيه في الشوط الاول دي خلي بالك ده رقم بالنسبه له
دي الخريطة. دي الخريطة. دي تحركات. تحركات أو الخريطة التمريرية لريال مدريد. يعني بص الخط الرفيع ده لفيني رقم 7، كل ما الخط بيقل، فيني ده على آخر الشاشة تحت على الشمال. كل ما الخط بيقل طول باختصار شديد اللي هو الكورة بتوصل له قليل جدا. فأنت الراجل إيدين تريزيتش عارف ده رقم 1 مفتاح اللعب. يعني الراجل كان بيرمي عليه 3 لعيبة. الباك رايت ريرسون عشان يقفلوا عليه، تتكلم على امريكان اللي هو وسانشو الجناح اليمين، تتكلم على ماتيو هيملز السنتر باك دايما يغطي في ظهرهم. بص الراجل تمريراته او يعني الكوره وصلته قليل جدا جدا. مين بقى بص الاكثر يعني سمك في التمريرات؟ رقم 8 توني كروس. في عز ما انت مخنوق ريال مدريد، ده الشوط الاول، في عز ما ريال مدريد مخنوق، هو المنفذ الوحيد توني كروس. كل الامور دي بتاكد ان الشوط الاول ملوش علاقه تماما بالشوط الثاني. اخر حاجه قبل ما نستفيد في الشوط الثاني، ايدين تريزيتش كان عارف ان في مش ثغره بس جزئيه ريال مدريد مش يعني مدي انشيلوتي يقول لك بيسيب الارتجال للعيبه. يعني ايه كلمه ارتجال؟ الارتجال دي مش حاجه سيئه. الارتجال عارف ان انا عندي لعيب امكانياته سوبر ستار، فانا بديك الخطوط الرفيعه كده وبخليك تنزل تبدع. الابداع ده في جزء كبير منه بيرجع لامكانيات اللعيبه وجوده اللعيبه. هو ده كلمه ارتجال انشيلوتي. هل ده بسبب ثقه جامده في اللعيبه بتاعته؟ بالظبط. فانشيلوتي هو ده المدرب، بيقول لك ايه، كل ما بيندغ لبان اكتر كل ما بيبدع اكتر. هو يعني بنفس المنطق. الشوط الثاني بقى بص فيني اتخط سمك الخط تخن شويه ازاي. ده راجل بقى تحركاته كانت بصفه مستمره ازاي، قدر الشوط الثاني انشيلوتي يحرره تماما، يتخلص من الرقابه اللي كانت عليه، رقابه وفي نفس الوقت كل موقف واحد على واحد، مش واحد على واحد بقى، واحد قصاد اثنين، واحد قصاد ثلاثة، واحد قصاد أربعة، كان بيعدي. مع الإجهاد البدني، مع إن طبعًا أنت جبت الهدف بتاع كارفاخال بتتكلم في الدقيقة 70 أو 75، تحس دورتموند كانت مستنيين إمتى الكورة تيجي جول. أول ما الكورة جت جول من ضربة ركنية، وحتى شبهوها بنفس أهداف محمد عبد المنعم. يعني بتتلعب بالسوينج إن بالظبط، ويطلع لعيب على القريبة بيقطع محمد عبد المنعم، طبعًا هدف شهير. ويلعبها في البعيد. بالظبط، الله ينور عليك. هدف الشهير محمد عبد المنعم الموسم مش المنقضي بقى، السنه اللي فاتت في نهائي افريقيا اللي جابه في الوداد، واهداف محمد عبد المنعم كتير او النمط يعني بتاع الاهلي في الكوره الثابته كده. فكارفاخال نفس الطريقه. كل الكلام ده كله بياكد ان ريال مدريد الشوط الثاني ملوش علاقه تماما بالشوط الاول، لكن في الاول وفي الاخر يعني زي ما احنا كلنا كنا مستنيين ريال مدريد يكسب، لكن كلنا زعلانين او واحد من الناس يعني مش عشان بشجع ريال مدريد، بس ان توني كروس يكون اخر مباراه ليه امبارح، هو بص يعني النهايه حلوه جدا والنهايه سعيده جدا، يتوج بالبطوله الخمسه ليه، تتكلم على 4 مع ريال مدريد، وتتكلم على مره مع بايرن ميونخ، غير طبعا اليورو يعني الله اعلم، بس المانيا افتكر هتغزله يعني. لكن انت بتتكلم دي نهايه في لعيب عنده 34 سنه، تحس بيلعب عنده 22 سنه. الراجل امبارح لو معانا الخريطه التمريريه بتاعته، بعيد بقى ان احنا كمختصين في الكوره او غير كده، الراجل ما فيش كوره بالبلدي كده بتجلي من تحت رجله. بص الخريطه التمريريه كل الاسهم الحمراء دي البساط الصح، الراجل عامل 97 تمريره صح. الراجل جات له عفوا 98 تمريره، عمل منهم 96 تمريره صح، يعني تمريرتين بس ميس باس. فده اللي بياكد الراجل ده في حته تانية، بيلعب في ريال مدريد، بيلعب في باير، بيلعب ايا كان، في هو الراجل ده هو الرئه يعني. فطبعا الخريطه الحراريه دي بتاكد بعض الاحصائيات او الارقام اللي بيقولها، لكن في الاول في الاخر هنرجع نقول ايه، كلمه شخصيه البطل اللي انا فعلا مش لاقي لها مدلول تمسكه. يعني تكتيكيا شايف ان لعيبه بروسيا دورتموند كان ممكن يكسبوا الشوط الاول، وتمركز اللعيبه كمان بتاعتهم، تمركز لعيبه دورتموند معانا المتوسط تمركز لعيبه دورتموند الشوط الاول. دورتموند كان في الشوط الاول يعني بصي بتتكلمي على دايما 23 ده اللي هو امري شان اللي هو المفروض رقم 8 في الملعب او بيقوم دور رقم 8، الاثنين سنتر باكات دايما بينزل وسطهم عشان خاطر يقدر يواجه ويعمل اتساع لعرض الملعب. ده التمركز اللي بتتكلمي، بصي 5 لعيبه، رقم 27 ده كريم اديمي، وده كان من أسوأ قرارات امبارح المدير الفني لدورتموند هو يخرجه. اللعيب ده صنع امبارح فرصتين كان ممكن يجيبوا هدفين، حتى كورتوا شال كوره وكان حتى طلع بعد بين الشوطين يعني بيكلمه كده، طبعا اكيد ما سمعناش اللي اتقال، بس يعني عاوز اقول له انت تعبتني يا راجل، اطلع بقى حرام عليك. طبعا احنا بنتكلم كيانات على الاداء المميز القديم، وكريم اديمي تتكلمي على كريم اديمي رقم 1 19 واللي هو المهاجم، و14 اللي هو براند، و10 سانشو، و26 الباك رايت. يعني كان دايما دورتموند بيقابل ريال مدريد في الثلث الاخير بخمس لعيبه، ودايما بيخرج الكوره على ناحيه اليمين عشان خاطر يقدر يستغل بقى عدم قيام فيني بالواجبات الدفاعيه. فدايما بيخلق موقف واحد على واحد واثنين على واحد على مندي الظهير الايسر، ونجح
وراحوا باكتر من الكوره، حتى الهجمتين اللي كانوا يعني خطرتين لدورتموند، واحده منهم كانت ناحيه اليمين والكره الثانيه كان تحول على كريم اديني. فكل الامور دي بتاكد بقى ان دورتموند كان شغل افضل بكتير جدا. الشوط الثاني معنا متوسط تمركز ريال مدريد في الشوط الثاني. ازاي قدر انشيلوتي يعالج الجزئيه دي؟ دايما فيني في الشوط الاول كان بيهرب للعمق ورودريجو بيجي شمال. طب بص الشوط الثاني بقى بتتكلم ايه؟ كارفاخال طاير واخد الخط، مين واقف؟ ميندي 23 هو الباك ليفت عشان يعمل بالانس توازن في الملعب. فبالتالي الجونين اللي جم حتى الضربه الركنيه قبل ما تبقى ضربه ركنيه كان بدايه الهجمه من رقم 2 كارفاخال، واتلعبت كورة عشان يخلق موقف واحد على اتنين، يعني اتنين على واحد وتلاتة واحد، عشان دايما الظهير الايسر لدورتموند بيخش جوه عمق الملعب. ده كان نمط او شكل معين لتريزيتش المدير الفني عشان يخلق ليه حر في نص الملعب. الشوط الثاني تفوق كاسح لريال مدريد، خصوصا بعد ما انت جبت هدف التقدم. لعيبه دورتموند انهارت بدنيا فنيا ذهنيا، وبدا بقى زي ما بنقول ايه العد التنازلي ان انا مستني الماتش يخلص. خلاص كده. طيب تعالى بقى نتكلم شويه عن انشيلوتي ورؤيته للمباراه. هل دايما، وده دايما بنسمعه عنه، يعني بيسير الامور وفق رؤيته هو؟ يعني هنسيب بروسيا دورتموند تلعب تمسك الشوط الاول زي ما هي عايزه، وانا عارف هكسب امتى كمان في الاخر وامتى بالظبط هجيب الجول. هل هو فعلا من الناس اللي بتعرف تعمل الشو كويس قوي؟ طيب خلينا نحط مثلا، هديك مثال بسيط عشان اجاوب على سؤالك ومش اخرج بره حيز السؤال. يعني ايه الفرق مثلا من واحد زي جوارديولا وواحد زي انشيلوتي؟ جوارديولا عاوز مش بني ادمين في الملعب، ماكينات آلي. حتى لو انت كسبان وما طبقتش الطريقه بتاعتي باسلوبه بالطريقه دي، تتحرك في الحته الفلانيه بالمربع الفلاني في الوقت الزمني عشان زميلك يتحرك بالمربع اللي جنبك بالبلدي كده. انشيلوتي راجل بسيط جدا في امور التكتيكيه، مش ان هو بقلل من قيمته، لا تماما خالص. الراجل واخد مع ميلان 2 تشامبيونز ليج، وبتتكلم على 3 تشامبيونز ليج مع ريال مدريد، ولو كمل ممكن ياخد 5 و6 و7 و8 يعني، واكتر مدير فني حتى الان دلوقتي واخد بطولات في تشامبيونز ليج في اوروبا. فانت بتتكلم الراجل مش بقلل من كفاءته الفنيه، مفهوم. لكن الراجل بيسيب ارتجال للعبته، وانا شرحت لك في بدايه كده يعني ارتجال، اللي هو انا عارف ان جوده لعبتي عاليين قوي فبحطهم في المواقف وتصرف انت وجودتك. ده باختصار شديد الفرق بين انشيلوتي وجوارديولا. من هنا اقدر اجاوبك على سؤالك. انشيلوتي مدرب بسيط سلس، عنده ثقه كبيره قوي في لعبته، بيقدر يجيب اللعيبه اللي بالبلدي كده تنفذ له افكاره البسيطه السلسه، فبالتالي الجوده بتاعت لعبته بيطلع منها او بيعرف يطلع منها افضل كل حاجه عند اللعيب. فبالتالي خلاص عارف قدرات لعبته، وفي نفس الوقت بيقدر يستغل ثغرات المنافس اللي قصاده. يعني احنا طبعا بنشكرك جزيل الشكر على كل هذه التحليلات. الناقد الرياضي عمرو الخشاب، شكرا جزيلا ليك. شكرا لحضرتك، شكرا ليك. نشكرك يا فندم. مشاهدينا نروح دلوقتي لموجز لاهم واخر الانباء مع دينا. تفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا. وخلال استقباله السناتور لينزي جرهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار بما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل دولتين كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. ومن جانبه أشاد جرهام خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كشف مصدر رفيع المستوى عن عقد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي اليوم بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح. وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف مصر الثابت من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني. وحمل المصدر الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى الجهود المصرية المكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير.
أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. ودعا البيان المشترك للدول الثلاث كل من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن في خطابه الأخير. وأكد البيان المصري القطري الأمريكي أن المبادئ التي يحتويها المقترح الأمريكي تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان قطاع غزة. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بقبول مقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية والأمريكية في الساحة المركزية إلى جانب لافتات تطالب بعودة المحتجزين لديارهم. كما أعرب المتظاهرون عن خشيتهم من أن يتنصل نتنياهو من الاتفاق. أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده إن القرار جاء في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وكانت جنوب إفريقيا قد لجأت في ديسمبر الماضي إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أعلن وزير الدفاع الصيني دونغ جونغ أن بكين منفتحة على إجراء اتصالات عسكرية مع الولايات المتحدة بعد أن عقد وزير دفاع البلدين أول محادثات معمقة وجها لوجه منذ 18 شهرا. أدلى دونغ جونغ بهذه التصريحات في خطاب ألقاه خلال منتدى أمني كبير التقى خلاله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والذي أكد من جانبه الالتزام الذي قطعه الرئيسان جو بايدن وشي جين بينغ في قمة سان فرانسيسكو في نوفمبر 2023 بشأن استئناف المحادثات الهاتفية على مستوى القادة العسكريين في الأشهر المقبلة. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. برحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن أكبر خوف عند أي حد مر بتجربة السرطان هو أنه المرض يرجع مرة تانية، ففي تجربة طبية جديدة واخدة مساحة كبيرة جدا من الاهتمام، وهي أن بريطانيا شهدت إعطاء أول لقاح شخصي للسرطان. اللقاح ده بيقدر يساعد على منع عودة المرض مرة تانية بعد الجراحة أو بعد استئصاله. المعلومات اللي توفرت عن القصة بتقول أن اللقاح بيعتبر شكل من أشكال العلاج المناعي، تم ابتكاره علشان يحفز جهاز المناعة في الجسم عشان يحدد موقع الخلايا السرطانية وكمان يكافحها يا شاذلي. ومن هنا كمان يا بسنت نقدر أو يقدر أن هو يقلل من فرص رجوع المرض الخبيث مرة تانية. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه التجربة المهمة ونعرف تفاصيل عنها من الدكتور محمد عبد الله أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة الموجود معانا دلوقتي عبر زوم. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا بسنت، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. يعني حاجة مبشرة، لكن عايزين نعرف من حضرتك إيه هو المفهوم العلمي للقاح مكافح لمرض السرطان؟ هو بداية الجهاز المناعي هو حارس شخصي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في أجسامنا جميعا بغرض الوقاية من أي مرض. المرض ده ممكن يكون عدوى وممكن يكون منشأه من داخل جسم البني آدم. الأورام بصفة عامة هي خلايا طالعة فعلا من جسم الإنسان، ولكن هي تحتوي على صبغة وراثية مختلفة. الخريطة الجينية للخلايا الورمية مختلفة تماما عن الخلايا الطبيعية، وبالتالي الجسم أو الجهاز المناعي بينجح في التعرف عليها ويقدر لو كانت كفاءة أدائه جيدة أو بيعمل بصورة طبيعية إن هو يقتل الخلايا بعد ما يتعرف عليها. القصة ديت مش قصة جديدة، هي قصة قديمة جدا يمكن من ما قبل الميلاد، إنه بعض المؤرخين الإغريق القدماء
اشاروا في المدونات بتاعتهم انه المرضى اللي كان بيتم شفائهم من مرض الطاعون كان بمقدورهم علاج المرضى الفعليين بدون ان يصابوا مره اخرى. ومن هنا بدات العلاقه او بدا ما يطلق عليه الجهاز المناعي. الجهاز المناعي او العلاج المناعي ايضا هو ليس بتقنيه جديده ولكن تقنيه قد تكون قديمه الى حد ما، انه في علاج مناعي كتير جدا كان بينشا لعلاج السرطان من اول سرطانات الجلد الى ما شابه. يمكن البدايه ان احنا ابتدينا يبقى في فوكس اكتر او تركيز اكتر لو رجعنا في 2015 كان اول اعلان عن العلاج المناعي في شفاء الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر من ورم سرطاني بالجلد منتشر بالمخ وباقي الاعضاء، وتم شفائه في هذا الوقت ولا زال وعاش بعدها سنين طويله بالرغم ان هو كان متقدم في السن. العلاج المناعي او اللقاح المناعي هو برضه مش فكره جديده، هي بمنتهى البساطه ان انا بحفز الجسم على مهاجمه المرض السرطاني في صوره المختلفه. في لقاحات فعلا مجازه ويتم استخدامها زي اللقاح المستخدم للوقايه من سرطان عنق الرحم في السيدات. ده مش حاجه جديده، دي حاجه بقالها فتره. طيب وكل يوم. اتفضلي يا فندم. طيب يا دكتور احنا خلينا نبتدي بس من البدايه كده خالص، احنا مفهومنا عن اللقاحات هي بتبقى جزء صغير من المرض او الفيروس او وات ايفر هو ايه بدخله في جسم الانسان عشان احفز المناعه ان هي تشتغل على مهاجمته. طيب الخلايا السرطانيه هنا مشكلتها ان هي بتنتشر في الجسم، فهل ده التكنيك اللي بيتم في اخذ هذا اللقاح؟ هو احنا يا فندم الاميون سيناريو او القصه المناعيه تبدأ بالتعرف على الخلية المريضة. الخلية المريضة زي ما قلنا إنه الصبغة الوراثية أو الجينية بتاعتها مختلفة عن جسم الإنسان. خلايا الجهاز المناعي الفعالة عندما تتعرف على وجود خلية غريبة في الجسم تبدأ في التعامل معها عن طريق محاولة قتلها مباشرة أو عن طريق تكوين أجسام مضادة تذهب للقضاء على هذه الخلايا. وبالتالي لو احنا مثلا تخيلنا طفل صغير بياخد تطعيماته ضد ميكروبات معينة زي شلل الأطفال زي الحصبة وما شابه، تنفيذ نفس الفكرة في السرطان متاح، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن السرطان عضو متغير، أنا بقول عليه عضو جديد ظهر في جسم الإنسان. نتيجة ان هو متغير فالاي دي او بطاقة التعارف بتاعته اللي بتمكن الجهاز المناعي من ان هو يتعرف عليه مختلفة جدا، بيقدر يغير من نفسه، عشان كده ممكن نكون فعالين في وقت ثم نفقد الفاعلية نتيجة ان المرض بيغير من شكل. لكن هل وارد مثلا مع الوقت زي ما شفنا مثلا لو هنضرب مثل طبعا مع فرق التشبيه بفيروس كورونا، شفنا لقاحات فعالة مع كل التطورات اللي بتحصل في الفيروس، هل ده وارد انه يحصل بحيث انه يكون اللقاح زيه زي لقاح الانفلونزا مثلا بيتاخد كل سنة وليكن ويكون فعال ضد كل انواع بالنسبة لهذا المرض السرطان؟ هو محمد هو في يعني اللقاحات مش ثابته لانه الخلايا اللي احنا بنهاجمها او المرض مختلف. اللي احنا بنهاجمه هو متغير وبالتالي توجد زي ما بنقول طبعات حديثه من كل لقاح. لكن ما هو مثبت الان ويستخدم في كل انحاء العالم ومن ضمنه في مصر موجود العلاج المناعي للسرطان، بيعتمد على تحفيز الخلايا المناعيه واستعادة قدرتها على مهاجمة المرض، لأنه السرطان بطبعه كمرض بيبتدي إن هو يهبط مناعة المريض. طيب دكتور حضرتك اتكلمت على فعاليته يمكن في سرطانات زي سرطان عنق الرحم لدى السيدات، ايه كمان انواع سرطانات تانية وهل هو كل انواع السرطانات حاليا اصبح هناك توجه للعلاج المناعي وهو مندرج
تحت او 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 بيندرج تحت التوجهات العلميه العالميه للعلاج في كل الانواع. اورام الرئه، اورام القولون، اورام الثدي. في اورام احنا كنا ما بنقدرش ان احنا نتعامل معاها بصوره فعاله زي اورام الكلى. اصبح النهارده انه في علاجات فعاله جدا للمراحل المتاخره للمرض، وبالتالي اصبح هناك تحسن مضطرد في معدلات المعيشه ونوعيه الحياه. دي من ضمن الحاجات يا فندم اللي بتطمن الناس. احنا ليه دايما بنيجي نركز في كلامنا عن موضوع السرطان ولو في علاج او في لقاح؟ لانه دايما الناس في قلق من 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 السرطان. وطبعا ما فيش شك انه حتى الجلسات بالنسبه للكيماوي والاشعاع وما الى ذلك منهكه للجسد ومتعبه جدا. ومن المعروف ان طبعا السرطان بيؤدي في كتير من الحالات الى الوفاه في النهايه، فعشان كده احنا حابين بس نطمن الناس اكتر. هو بالتاكيد ان كل يوم في جديد، يعني من وقت دخول العلاج المناعي بغزاره في مجال علاج الاورام، احنا اصبحنا كل يوم عندنا جديد. والجديد ده بيترجم في النهايه لتحسن في طرق العلاج ونتائجه مع تقليل الاعراض الجانبيه للعلاج. لانه المريض غالبا بيبقى خايف اكتر من وسائل العلاج من المرض نفسه. صحيح. طيب دكتور، عشان اللقاح يطلع ويشوف النور دايما محتاج ان هو يمر بعمليات كتيره قوي من التجارب، من كذا يعني كلينيكال، يعني تجارب كلينيكال كتير. هل النهارده في تقارير اتعملت عن عيوب او مضاعفات ظهرت لهذا اللقاح، وخد وقت قد ايه لغايه ما قدرنا نطلع بهذا اللقاح؟ لا، هو ممكن ان اللي بيتكلموا عليه النهارده ده يكون ابتدى الشغل العلمي او الاكلينيكي او التجارب السريريه عليه من 10 او 15 سنه فاتوا. لكن احنا ما بيبقاش عندنا الصوره كامله غير بعد اجازه هذا العقار للاستخدام في المجال الطبي بصفه عامه وليس للتجارب فقط. ولكن ما هو يمكن ان نطمئن به الناس او يعني العموم، وربنا يعني يحفظ الناس كلها، انه فعلا الطفرات اصبحت قويه جدا. التقدم بقى مش يعني سريع لدرجه انه التواكب معاه صعب جدا. ان احنا اصبحنا بنقرا كل يوم عشان نعرف ايه اللي جه وايه اللي نازل وايه اللي حاصل. في الوقت الحاضر اللي احنا فيه ده، في الاسبوع اللي احنا فيه، في اكبر مؤتمر يعني يتطرق لعلاج او تشخيص الاورام بيعقد بالولايات المتحده الامريكيه، وبيشارك فيه اكثر من 40 الف طبيب على مستوى العالم. واحنا هنا بنكون مشاركين فيه، لو ما حضرناش بنبقى محيطين علما بكل الجديد اللي بيطلع فيه يوميا، لانه العالم كله اصبح قريه صغيره زي ما حضرتك عارفه. اصبحنا نعرف المعلومه في وقتها. في ما يقرب يمكن 3000 او 4000 بحث جديد يتم القائه في هذا المؤتمر. وده طبعا بيترجم في النهايه الى تقدم مذهل في طرق العلاج، المشاكل اللي بنشوفها مع العلاج، وبالتالي تحسن في معدلات المعيشه، واهم منها تحسن في نوعيه الحياه، الكواليتي اوف لايف. لانه احنا كان عندنا يعني مفهوم ثابت انه المريض اللي بيتم علاجه من الاورام السرطانيه غالبا بيجنب من الحياه العامه، بيصبح غير قادر على التفاعل. ده ما بنشوفوش دلوقتي. احنا ممكن حضرتك تبقي قاعده مع شخص، الشخص ده مريض وبيعالج، وحضرتك مش شايفه اي تغير عليه، بالعكس هو بيشتغل وبيتفاعل، ويعني شخص طبيعي تماما. يعني بنتمنى انه هذا اللقاح يعني يكون بالفعل فعال، لانه المرض السرطان هو من الامراض اللي يعني صعبه جدا، وناس كتيره قوي يمكن لما بتعاني منها زي ما كان شاذلي بيقول انه في النهايه بيؤدي الى الوفاه، فناس كتيره قوي بتخاف من هذا المرض. فنتمنى انه ان شاء الله هذا اللقاح يكون فعال. كل الشكر ليك دكتور محمد عبد الله، استاذ ورئيس قسم علاج الاورام بكليه الطب قصر العيني جامعه القاهره. كل الشكر ليك.
رسميا بدا تفويج رحلات حجاج بيت الله الحرام من الحج السياحي. والحقيقه انه اللجنه العليا للحج واتحاد الغرف السياحيه كان لهم دور مهم جدا في وضع الضوابط والتيسيرات الخاصه برحلات الحج والخدمات اللي بتقدم للحاجين. طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر من ابراهيم عليوه عضو اتحاد شركات السياحه اللي معنا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الفل عليك، اهلا بيك. صباح الفل يا فندم، ازي حضرتك؟ استاذ الاستاذ محمد، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك يا فندم. يعني كل سنه بنتكلم عن ضوابط الحج السياحي، السنه دي ايه هي اهم الضوابط دي؟ يعني احنا بدانا من نهايه العام الماضي بعد الحج مباشره، بدات اجتماعات وفي وزاره السياحه بعمل ضوابط للحج السياحي، وقسمت العدد السنه دي طبعا كان 23,000 ازيد من العام الماضي، وكان متقسم عباره عن 13,000 تاشيره منهم حج طيران اقتصادي، 6,000 حج منهم حج عن طريق البر عن طريق نويبع العقبه يعني، و 4,000 منهم اللي هم العدد الاقل كان مستوى 5 نجوم، وكان كل مستوى مقسم الى اقسام، يعني 5 نجوم في صف اول وفي صف ثاني من الحرم. اللي هو 13,000 بتوع الحج الاقتصادي، الدولة اهتمت السنة دي بالحجاج الاقتصادي، اديتهم عدد أكبر. حج الخمس نجوم خد بما يعادل 17% من عدد الحجاج السنة دي. الباقي كان حاجة و 80% لحجاج البر وحجاج الطيران الاقتصادي. نزلت الضوابط وأعلنت واتعمل قرعة يوم 6 يناير. واتعرف مين الحجاج اللي فازوا بالحج هذا العام، وطبعا احنا بنهنيهم كلهم لكل الفائزين برحله الحج الرحله المقدسه، لانها في الاخر دي دعوه من الله. ربنا عايز اقول لهم ان ربنا دعاكم الى بيته حقيقي، انتوا دولا عن 100 مليون مصري اختار 23,000 منكم، فانتوا دي مسؤوليه كبيره من الله عليكم وعلى غرفه شركات السياحه وعلى وزاره السياحه الممثل الرسمي لينا. في تعاون كبير جدا بيننا وبين وزاره الحج السعودي. بمجرد ما انتهت القرعه وبقى في اجتماعات، حدثت اجتماعات بين اللجنه الفنيه الممثله لوزاره السياحه وغرفه شركات السياحه مع الجانب السعودي من وزاره الحج وزاره الحج السعودي ورح شركه رحلات ومنافع اللي هي مسؤوله عن الطوافه في كل من عرفه ومنى. اجتماعات دوريه اتعملت حاليا دلوقتي، بدا سفر طبعا لكل جميع الحجاج سلموا تاشيراتهم، وبيتم عمل عقود برضه من جانب الشركات وعمل ندوات تعريفيه وندوات دينيه ليهم قبل السفر. طبعا في رحلات وصلت بالفعل من الحجاج البري، بقالهم من 3 أيام بيسافروا، في ناس منهم في المدينه وفي ناس منهم النهارده احنا كنا نودع امبارح في المطار. جانب كبير جدا من الطيران الاقتصادي اللي هم هيدخلوا ابتداء من 25 ذي القعده في مكه ان شاء الله الى انتهاء الرحله. توافد الحجاج يوميا في انا شفت بنفسي، انا كنت في المطار امبارح بنودع الرحلات عندنا، شفت بنفسي المطار جاهزيه عاليه جدا، شركات السياحه جاهزية عالية جدا من أصحاب الشركات موجودين بنفسهم في توديع الرحلات. تمام. في لينا برضو هناك من موظفين شركات سياحة موجودين في الفنادق باستقبال الحجاج، استلام الغرف من الفنادق. طيب. أستاذ إبراهيم خليني أسأل حضرتك عن طبيعة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج قبل السفر وبعد الوصول كمان. طبعا بيتعمل شهادات طبيه هنا، بيطلب عشان خاطر تحصل على تاشيره الحج لازم في شهادات طبيه صحيه بتطلب من الحج بياخدها من المستشفيات العامه في مصر جميع انواع، وطبعا بيطلع في رقابه جديده جدا من وزاره الصحه هنا. بالنسبه هناك في لجان صحيه تابعه للمملكه العربيه السعوديه، ولجان صحيه طالعه معانا هنا من وزاره الصحه لمتابعه الحجاج. عايز اقول لك في لجان طوارئ موجوده في السعوديه هناك، لو اي مشكله حصلت يعني يقوم التحرك فورا على طول. الفنادق معظمها في تحتها لجان صحيه، كل فندق فيه عدد سكان الحجاج المصريين بتلاقي فيه لجان صحيه موجوده في الفنادق. يعني الحج مجرد ما بيشعر بالتعب بيلاقي فيه
دكاتره موجودين ولجنه صحيه موجوده. طبعا السعوديه طبعا مش عايز اقول لك مستشفيات السعوديه عامله ازاي، يعني مستشفيات على اعلى اعلى مستوى واعلى خدمه. الحج بالنسبه للسعوديه وبالنسبه لمصر ده يعتبر رقم واحد بالنسبه لنا، كلنا بنشتغل مع بعض متكاتفين مع بعض في الاستقبال الحج والاطمئنان عليه اولا باول. طيب الـ 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 لو في خدمات او برامج تبقى متوفره لكبار السن خليني اقول وذوي الهمم، هل في خدمات خاصه بيهم؟ طبعا في المطار حتى في تجهيز عجل ليهم لكبار السن بحيث ان معاهم في عمال في المطار وبيطلعوا بيهم من باب خاص للسياره بالنسبه لكبار السن وكده. نفس الكلام في المطار وصول سواء مطار المدينه او مطار جده. في نفس الفندق برضه لما بيوصل بيعمل عمرته في برضه كراسي عجل موجوده وفي الفنادق. لا يعني في اهتمام غير عادي لكبار السن في سواء في مصر او في السعوديه او في مكاتب الضيافه هناك. طيب اتفضل. قد يحتاج الحجاج في بعض الوقت المرشدين الدينيين ممكن يساعدوهم مثلا في الشعائر وكده، ده موجود اساسي طبعا. في اصلا في اتفاق اتعمل بروتوكول بين غرفه شركات السياحه وبين وزاره الاوقاف، اتعمل ان في دعاء هيبقوا مسافرين موجودين هناك مع حجاج السياحه المصريين، بحيث برضه لان انت عارف ان الرحله دي اغلبها اسئله كتير مكرره تبقى دايما كل سنه احنا بنشوفها. الوعاظ احنا اصلا بنعمل ندوات دينيه قبل السفر. في هناك بقى في ندوات دينيه في الفنادق، يعني بجرد من جاي يعمل عمره، احنا طبعا عمره المصريين كلها الحج السياحي المصري عمره اسمها عمره التمتع الحج متمتعا، يعني بينزل يعمل عمره الاول وبعد كده بيحل احرامه وبيقعد لغايه يوم 8 الحجه لغايه ما يطلع ثاني على بيحرم من صندوقه ويطلع على عرفه ان شاء الله. قبل ما يطلع على عرفه للمناسك بقى عرفه ومنى، وهو ده الحج ده الرسمي الاساسي، يعني الركن الاساسي في الحج هو عرفه، بيتعمل في الفنادق في المساجد في الفنادق هناك بيتعمل ندوات دينيه سواء من وزاره الاوقاف او من شركات السياحه، لان كل تضامن مش مثلا كل 10 شركات سياحه او 5 شركات سياحه بنضم مع بعض وبنطلع داعيه يطلع للفوق ده على طول متواصل مع الحجاج في الفنادق بالندوات الدينيه بيعرفهم ازاي يحج، لان في ناس احنا بنتفاجئ بيهم ان هم بيطلعوا اول مره ما طلعش عمره قبل كده تمام، يعني ما شافش السعوديه قبل كده فبيتعلم ازاي بالناحيه الدينيه. الناحيه الاداريه انا عايز اقول لك ان موظفين الشركات واصحاب الشركه نفسهم موجودين بنشوفها دايما من ساعه ما استلم الجواز من الشركه الى انتهاء الحج وهو معاه اول باول بجنبه. لذلك انا بنصح الحاج السياحي الحاج بصفه عامه انه يلتزم مع الشركه، يعني خليك دايما بجانب مشرف الشركه لان المسؤوليه عشان نتجنب اي تاخير اكيد او انه احد الحجاج يفقد يعني خلال حج البيت. يعني كل الشكر ليك استاذ ابراهيم عليه وعضو اتحاد شركات السياحه، ربنا يتقبل يعني لحجاج بيت الله السنه دي وربنا يكتبها لنا يا رب يا رب نكون منهم ان شاء الله السنه الجايه. دلوقتي مشاهدينا نروح لفصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. برحب بحضراتكم من بعد الفاصل. قانون المسنين الجديد استحدث خدمة مرافق المسن، ودي خدمة بتقدم من أشخاص مؤهلين عمليا وفنيا لمساعدة المسنين مقابل أجر بيتحمله المسن أو المكلف برعايته. عشان نعرف تفاصيل أكتر عرفنا عليها طبعا الأستاذ محمود شعبان مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم بحضرتك. يا أهلا بحضرتك. في البداية إيه هي خدمة مرافق المسن وإيه شروطها؟ هو في الحقيقه نوجه الشكر الاول لفخامه الرئيس على دعمه الكبير لملف كبار السن، كل الشكر والتقدير لمعالي وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج. في الحقيقه مهنه مرافق المسن هذه المهنه يقوم بها اشخاص مؤهلين ومدربين تدريب كامل من قبل وزاره التضامن الاجتماعي. الهدف من ايه؟ من مهنه مرافق المسن او مرافق المسن تحديدا هو خلق نوع من التماسك الاسري داخل البيئه الطبيعيه، انا بقدم خدمه للمسن في بيئته الطبيعيه داخل اسرته وسط اهله وسط ناسه. طيب هل ممكن مرافق المسن ده يبقى في
في البيت بس ولا في اماكن ثانيه؟ لا ممكن يكون في اماكن ثانيه، لو مسن محتاج مرافق معاه في المستشفى بوفر له، لو محتاج ان هو مثلا رايح مصيف او اي مشوار ومحتاج مرافق فيه معاه بوفر له ده. طيب مين اللي بيدفع التكلفه؟ التكلفه بقى متفق عليها من خلال ذوي المسن او القائم على رعايته او المسن نفسه. طب التكلفه بتبقى قد ايه؟ على حسب رغبه المسن نفسه، انا محتاج المرافق ده 24 ساعه، محتاجه اقامه كامله، محتاجه مثلا 5 ساعات في اليوم، على حسب رغبه المسن وامكانياته احنا بنوفر المرافق المسن. يعني هل المرافق ده بيتم تدريبه وتاهيله يا فندم؟ ده لازم ياخد شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي أو من الجمعيات الشريكة مع وزارة التضامن الاجتماعي إيه، إن يكون مؤهل ومدرب، لأن بدخله بآمن على المسن مع المرافق دوت، لازم يكون في أمن وأمان بالنسبة للمسن ولازم يكون والتعامل معاه بشكل عام. يعني في بعض المسنين لديهم مثلا الزهايمر، خلينا نقول عندهم أنواع أخرى من الأمراض التانية، بيتم تأهيلهم على جميع التعامل مع جميع هذه الأمراض؟ كل حالة بفرديتها وكل فئة لها نوع معين من مرافق المسن. يعني المريض الزهايمر بيبقى له مرافق مدرب ومؤهل على كيفية التعامل مع هذه الفئة. طيب الغير قادر على خدمة نفسه نفس القصة، في مرافق بيبقى مؤهل لذلك. طب في مسن بيبقى محتاج أدوية بس، أو محتاج مثلا إن هو حاجة نفسية، علاجات نفسية، يبقى في مسن مدرب على هذا. وفي مسن وفي مرافق بيبقى متكامل، بيبقى عنده مثلا الجوانب النفسيه والجوانب الاجتماعيه والجوانب الصحيه، فيقدر يقدم الخدمه بشموليه اكبر من كده. طيب عمر المرافق هل في سن محدد؟ 25 اقل سن وحد اقصى 45 سنه، طبعا ده ظاهره الشباب لانه يقدر يقدم الخدمه بشكل كويس ويكون عنده كمان القدرة الصحية، يكون ما عليهوش أي أحكام قضائية، يكون مؤهل تأهيل جيد، بياخد الشهادة كمان معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، بنقول إن ده بقى مرافق مسن معتمد، وبنقدر نتابع وبنراقب كمان تواجده مع المسن، وبنعمل عمليات متابعة استطلاع رأي، متابعة واستطلاع رأي كمان لذوي المسن والمسن نفسه، هل المرافق ده بيقدم خدمة كويسة، بيقدمها بشكل مهني ولا في مشاكل؟ ففي متابعة مستمرة كمان من قبل الوزارة ومن قبل الجمعيات الشريكة في هذا المشروع. طيب في بعض المسنين ما بيبقوش بيعانوا من أي مرض، لكن هم خلاص كبروا في السن، الحركة بقت تقيلة شوية، لكن يقولوا دايما إيه، أنا يعني ما أحبش أكون عبء على أولادي، أو ما أحبش أروح أقعد مع أولادي أبقى عبء عليهم. هل دول لو قلنا تعريف المسن الأولى بالرعاية ولا في تعريف آخر ليهم؟ لا، هو حضرتك المسن الاولى بالرعايه هو الغير قادر على تامين حياته، او ما وليس له من يعوله، يعني ما عندوش الجانب الاقتصادي عنده مثلا ضعيف جدا، الجانب الصحي ضعيف، ما عندوش اولاد، ما عندوش اقارب يقدر يعوله، فالدوله او الوزاره تحديدا كمان هي اللي تتكفل به كفاله كامله. بتتكفل به، يعني المرافق تكلفته بتبقى على حساب تبعكم انتم، مش هو اللي بيتحملها. لو محتاج مرافق حضرتك بنوفر له مرافق، والوزاره بتدعم ده، ولو محتاج يقيم في دور رعايه او دور مسنين احنا بنوفر له دار مجانا. لكن مساله المرافق مع المسن هي من ضمن مميزاتها انه المسن بيفضل في بيته، يعني ما بيحتاجش ان هو ينتقل الى دار مسنين، بيفضل موجود في بيته بيمارس حياته بشكل طبيعي، لكنه قد يحتاج مساعده بشكل او باخر، فعشان كده عملنا مرافق للمسن. دي حقيقه. ده كمان عشان نخف كمان الضغط على دور المسنين، وعشان كمان نعمل عمليه توعيه مجتمعيه، بنقول يا جماعه لو انت مش عايز تودي والدك او والدتك دار مسنين، انا اقدر اوفرك الخدمه دي في المنزل، وتقدر يبقى في نوع من التفاعل كمان مع الاب او الام. مين اللي محظور عليهم التعامل مع المسنين؟ يعني مين اللي محظور عليهم؟ يعني مين من المرافقين لما بيجوا يقدموا مثلا بترفضوا ان هم يتعاملوا مع المسنين، او مين اللي من العيله مثلا، خلينا نقول بعض، هل الاطفال غلط يتعاملوا مع مثلا كبار السن اللي عندهم زهايمر؟ يعني لا، هو حضرتك احنا وضعنا شروط ومعايير معينه لاختيار مرافق المسن. ايه هي بقى الشروط دي؟ ان ما يقلش عن 25 سنه، ما يزيدش عن 45 سنه، ان ما يكونش عليه اي احكام قضائيه، ما يكونش عنده اتجاهات سياسيه، ان يكون قادر صحيا، بيتعمل كمان عليه اختبارات نفسيه، لازم يكون مؤهل كمان نفسيا. بعد كده بعد ما بنختار المجموعه دي بنعدها وبندربها من خلال برامج تدريبيه مختلفه على جوانب كتيره جدا. بعد كده بنديله فتره تدريب ميداني تحت عينينا، بنشوف اداؤه جيد او غير جيد،
وبعد كده بيتخطى الاختبارات النظريه والاختبارات العمليه، بيعتمد من قبل الوزاره ان ده بقى مرافق مسن، بالاضافه الى المتابعه اللي قلت لحضرتك عليها. في متابعه بالظبط، اهم حاجه المتابعه الدوريه طبعا. اه طبعا طبعا. نشكرك استاذ محمود شعبان مدير الاداره العامه للاسره والطفوله بوزاره التضامن. امبارح وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه، اعلنت منظمه التعاون الاسلامي فوز مدينه القاهره كعاصمه للسياحه للدول الاعضاء بالمنظمه العام 2026، وده خلال اعمال الدوره ال 12 لمؤتمر وزراء السياحه للدول الاعضاء بالمنظمه واللي بتعقد حاليا في اوزبكستان. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ عادل الجندي رئيس الاداره الاستراتيجيه بوزاره السياحه والاثار. صباح الخير على حضرتك. عليكم. لو قلنا كده انه في عوامل ساهمت في فوز القاهره بلقب عاصمه السياحه للدول الاعضاء منظمه التعاون الاسلامي لعام 2026 هتكون ايه هي؟ هو يمكن اول عامل هو قوه القاهره فعليا بالموارد السياحيه اللي فيها زخم كبير جدا جدا. ده اول عنصر. القاهره بتسمى مدينه الالف مأذنه، هو حاليا طبعا تتعدى المليون مأذنه، لكن هي مشهوره بهذا اللقب. المدينة التي لا تنام، مدينة القاهرة مدينة صحية حية فعالة شغالة ليل ونهار زي ما بنقول. القاهرة بتحوي كثير من العناصر زي العناصر الإنسانية، كلنا بنتمشى على كورنيش النيل في القاهرة، كلنا بنحب نمارس الطقوس والعادات المصرية في حدائق القاهرة والمتنزهات. القاهرة فيها أكبر معلم أثري وأحد عجائب الدنيا السبعة اللي هي الأهرامات، لأن احنا بنتكلم عن القاهرة الكبرى مش بنتكلم عن المدينة بس. القاهرة فيها مسارات روحانية وإنسانية كثيرة، مسار العائلة المقدسة، مسار آل البيت، الكثير من المتنزهات الموجودة في القاهرة، وده من ضمن الجهود اللي بتعملها الوزارة في إحياء هذه المسارات حاليا. دي الموارد. قوة القاهرة في حد ذاته كان أهم عنصر لفوز القاهرة. ثانيا إعداد الملف. هنا بقى النقطة الكبيرة اللي احنا لازم نشير ليها، إن مصر حاليا أصبحت قادرة من خلال كوادر تم تدريبها واكتسبت خبرات تراكمية في إعداد الملفات الدولية. الوزارة ممثلة في الإدارة الاستراتيجية استطاعت إنها تعد ملف، يمكن للمرة الثالثة على فكرة نكسب جائزة عالمية. إحنا كسبنا قبل كده جائزة أفضل القرى السياحية الريفية في العالم مرتين ونافسنا بيها أكبر الدول. مهم جدا نشير إلى إن منظمة التعاون للدول الإسلامية دي منظمة ضخمة فيها دول كبيرة وذات حجم اقتصادي ضخم. فيها تركيا وفيها ماليزيا وفيها إيران وفيها دول أفريقية متقدمة دلوقتي. كون مصر تكسب هذه الجائزة، أولا ده بيدي مدلولين إن فعلا مصر قوية جدا، الوزن النسبي السياحي والتاريخي للقاهرة يتخطى الكثير من مدن المنظمة بل والمدن العالمية. العنصر الثاني المهم جدا إن إحنا قادرين حاليا إن إحنا ننافس على المستوى الدولي وننافس دول قوية ليست دول صغيرة. الحاجة المهمة الأخرى إن القاهرة بهذه الجائزة بنسبة أنها تتخطى تأثيرها الإقليمي إلى تأثير كوني، تأثير عالمي. أصبحت القاهرة دلوقتي ذات ثقل سياحي عالمي، مش بس في إقليم الشرق الأوسط ولا شمال أفريقيا ولا ما بين الدول العربية، بل أصبحت القاهرة بتنافس على المستوى العالمي في الكثير من مناحي الحياة. دي جائزة مهمة جدا جدا، ويمكن من القدريات اللي دايما بصراحة ربنا بينعم بيها على مصر إن يوم 1/6 هو دخول العائلة المقدسة وبصفتي المنسق الوطني للمشروع القومي ده، ويوم 1/6 فازت القاهرة كعاصمة للمدن الإسلامية. قد إيه المفارقات مدهشة، قد إيه إن فعلا دي رسائل من الله سبحانه وتعالى. صحيح، لكن خلينا نؤكد يا أستاذ عادل إنه فوز القاهرة بهذا اللقب لم يكن صدفة، مجهود كبير، وزي ما حضرتك قلت إن إحنا تعبنا في إعداد هذا الملف اللي مبني على حاجات على أرض الواقع، اهتمام الدولة بهذا الملف بشكل عام، بإنشاء متاحف جديدة، بتطوير المناطق السياحية الأثرية المتنوعة اللي موجودة في مصر. إزاي إحنا في الوزارة هنستثمر هذا اللقب ونستغله؟ هو في الحقيقه برضه زي ما حضرتك قلت كده، ده كان نتيجه فعلا جهود كبيره جدا. من اهم هذه الجهود اللي قامت بها الوزاره هو اعداد ما يسمى الكايرو سيتي بريك. كايرو سيتي بريك دي هي المسارات التاريخيه والسياحيه الموجوده في القاهره الكبرى اللي بنعتمد عليها كمنتج كبير جدا هيؤدي الى وفرات سياحيه ضخمه. الوزاره في الفتره الاخيره اهتمت بكل الموروث الاثري والتاريخي في القاهره، بالذات من ترميم الآثار والمساجد اللي كل شويه بنسمع عن الوزاره انتهت من تطوير مسجد السيده زينب، انتهت من تطوير منطقه القلعه، انتهت من تطوير السيده عائشه وغيرها. الوزاره انتهت من تطوير وترميم واعداد المسارات بقى البينيه، دي مهمه جدا. ايه عشان كده احنا بنحيي القاهره كمنطقه مسارات. الانتقال ما بين مسارات ال البيت
من اول جامع عمرو السيد عائشه والسيد نفيسه الازهر والحسين. حاليا واحنا شايفينه بص تلاقي الوزاره بتعمل خان جديد مثلا على سور مجرى العيون، اصبح فيه متصل سياحي. كل دي جهود وزاره وجهود تنمويه. اللي انا بحكي لحضرتك دون يعني ما قبل 10 15 سنه ما كانش موجود. الجهود المؤخره اللي عملتها الوزاره في اطار اهتمام الدوله كلها كمنظومه شامله، يعني وزاره السياحه، وزاره التنميه المحليه، وبعض المؤسسات الحكوميه كلها تضمنت على انها تشتغل في اظهار الصوره الحقيقيه للمنتج السياحي المصري، ويمكن هي دي الرساله الجديده. الحاجه الثانيه فعلا ان احنا دلوقتي يعني بصراحه اقدر اقول ان دلوقتي الكوادر الحكوميه قادره على اعداد ملفات زي ما قلت لحضرتك تنافس عالميا، وده جاي نتيجه نجاح الهيكله الجديده اللي عملتها الحكومه في الوزارات، انشاء ادارات ووحدات جديده تعتمد على بناء الكوادر البشريه. العمليات التدريبيه للعنصر البشري في الحكومه المصريه اصبح دلوقتي يضاهي بل ويفوق في بعض الاحيان القطاع الخاص. يمكن دي كلها دلائل على نجاحات كثيره جدا جدا احنا كلنا سعداء بيها، وزي ما بنقول هي دي مصر بناسها وكوادرها ومعالمها السياحيه. يعني لقب مهم جدا فازت به القاهره، وبنتمنى اكيد وزاره السياحه هتستغل هذا اللقب لجذب يعني عدد كبير من السياح المهتم بالجزء الديني والثقافي اللي يعني تتميز به القاهره. كل الشكر ليك الاستاذ عادل الجندي رئيس الاداره الاستراتيجيه بوزاره السياحه والاثار. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.